من فريق العمل، من المخرج فرانسوا زيدي، ومني مساء الخير إلى كل مشاهدي الام تي في وحلقة جديدة من رئيسيات 2014 وبموضوعي 29 تشرين الأول 2014. لا رئيس للجمهورية في لبنان بعد، والفراغ الرئاسي صار عمره 158 يوما. 29 تشرين الأول 2014، لا عودة للمخطوفين العسكريين بعد، والخطف الإرهابي صار عمره 100 يوم. وبالتزامن مع خطف الجمهورية وخطف العسكريين، حاول مسلحون إرهابيون في الأيام الفائتة خطف طرابلس وعكار والتأسيس فيها لحالة عصية على الجيش والدولة، بل على الجمهورية. لكن الجيش كان بالمرصاد وأسقط المخطط القاتل، راسما خطا أحمر ومبقيا الشمال قلب الوطن في قلب الوطن. فماذا حصل في طرابلس والشمال؟ كيف اشتعلت وكيف هدأت؟ وهل ما حصل نهاية معركة أم نهاية حرب؟ والأهم، لماذا حصل ما حصل؟ وهل يمكن أن يستعاد ولو في مكان وزمان مختلفين؟ ثم من مواجهات الضنية إلى معركة عبرة إلى حرب طرابلس، من يأخذ سنة لبنان إلى المعارك القاتلة؟ وهل السنة في لبنان مع الإمارة الإسلامية أم مع الدولة والجيش؟ وبالتالي من يمثلهم أكثر؟ اعتدال تيار المستقبل والزعامات الأخرى، أم تطرف داعش والنصرة؟ وهل عودة الرئيس سعد الحريري تحل المشكلة ولو جزئيا؟ عن كل هذه الأسئلة وسواها طبعا سنحاول الإجابة الليلة مع ضيوفنا، حيث يسعدني أن أرحب بالنائب سمير الجسر من تيار المستقبل، والدكتور خلدون الشريف السياسي وهو طبعا مقرب من الرئيس نجيب ميقاتي، والصحافي أحمد الأيوبي رئيس هيئة السكينة الإسلامية، والمحامي نبيل الحلبي المدير التنفيذي لمؤسسة لايف. وكالعادة سنكون في سياق الحلقة مع أسئلتكم ومداخلاتكم عبر تويتر وفيسبوك، وطبعا أيضا عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم. مساء النور. معالي الوزير، رح ابدا بسؤال انطلاقا مما قالته مصادر وزاريه في قوى الرابع عشر من اذار، ما قالته امس لجريده الاخبار، من انه توقف المعارك لا يعني انتهاء الحرب في الشمال، بل هي جوله وانتهت. هل توافق على هذا التوصيف؟ وهل تعتبر انه انتهت جوله وينتظرنا جولات اخرى؟ والله اخذ الكلام عم يحكي الشمال بصوره عامه، انا بعتقد انه هيدا كلام كثير واسع. إذا بدك تحكي عن المعارك اللي صارت يعني مثلا في طرابلس أو في المنيا، فده كلام آخر. أنا اعتقادي فيما يتعلق بطرابلس، أنا بتصور أنه نعم انتهيت المعارك، ومش عم بحكيها بس من باب التفاؤل، لأنه بعتقد أنه اشتغلت على أسبابها. يعني مثلا نحن أول شيء أنا بدي أرجع لشغلة أساسية، أنه صار ب 2014 خطة أمنية لمدينة طرابلس. المؤسف أن هذه الخطة الأمنية لم يعني تنتشر، يعني أو لم تتم أو لم تنجز على كامل مدينة طرابلس، وتركت منطقة التبانة بدون أن يدخلها الجيش. طبعا هذا يعني هلا اذا بنطلع على منطقه التبانة والمناطق الباقيه، بنطلع انه بالمناطق الثانيه ما في اي خلل امني، إلا إذا من شيء عارض ويحد مثلا رمى قنبلة أو عم شيء، لكن ما في حالة موجودة. هلا المؤسف إنه منطقة التبانة بسبب كمان أكيد بعدم دخول الجيش، لا أنا برأيي أكيد بتفتح الشهية لناس إنه يجوا يعملوا مربعات أمنية فيها، وهذا ما حصل بالفعل. طب هلا السؤال ليش؟ أول شغلة سؤال مهم جدا، طب ليه ما ندخل عليها؟ ليش استثنيت منطقة التبانة؟ هلا اللي بدي اقوله انا مثلا اليوم بعد اللي صار، بس هالسؤال لمين عم بتوجهه؟ يعني وقت اللي بنقول سؤال يطرح
إلى من السؤال أول نوجه هذا السؤال؟ السؤال أول شيء عم وجهه لنفسي، ووجهه للناس كلها، ووجهه للأمنيين المسؤولين عن تنفيذ الخطة الأمنية، ووجهه لكل الناس الأمنيين أو كمان إلى الحكومة اللي أنتم مشاركين فيها كتيار مستقبل. الحكومة ما تفوت بالتفاصيل، الحكومة غرت خطة أمنية لمدينة طرابلس وبنفس الوقت كمان للبقاع. إيه بس منا مسؤوليتها أن تتابع التفاصيل. أوكي مشي الحال، بس عم بقول لك إنه اللي بينفذ الخطة الأمنية انت هني في بيعطوا القرار السياسي، لكن اللي بينفذ الخطة الأمنية هن الأمنيين، هن بين جيش قوى أمن داخلي ولهن مسؤولين عن تنفيذ الخطة الأمنية. يعني شو بدك تقول؟ عم تتهم القوى الأمنية؟ مش عم بتهم، عم بقول في عندي سؤال، واعتقد سؤال مشروع جدا انه كل واحد يطرحه، ليش جرى بكل طرابلس مثلا الانتشار ما عدا منطقة التباني؟ مشان شو؟ مشان انه نفتح شهية حدا يجي يعمل فيها مربع أمني؟ انا باعتقادي بالمناطق، والدليل انه بكل المناطق اللي جرى فيها الانتشار ما حدا قدر خلق مربع أمني على الإطلاق. هذا سؤال وجيه إنه ينسأل، هلا يمكن يكون عندهم جواب لإله، بس أنا بصراحة ما عندي جواب لإله. هاي واحدة. هلا اليوم باللي صار طبعا يعني اللي صار، هلا صارت يعني قصة معارك يعني أو العملية العسكرية اللي صارت بمنطقة التباني وتحديدا على المربع الأمني، هلا انتهيت بإزالة هذا المربع الأمني. من هون انا بقول انه انا بعتقد انه هيدي ممكن تكون يعني نهايه، او اعتقادي انه بتكون نهايه، لانه مجرد انه الجيش بيرجع بيفوت وبيدخل لهذه المنطقه مثل ما فات لكل المناطق الثانيه، مفروض انه هيدا يحول دون اتاحه الفرص لاخرين انه يجي ينشئوا مربع امني. لكن هذا الامر مرهون بامور عديده. اول شيء الامن او منا يعني او منه عمليه عسكريه او منه عاصفه بتمر، مش انه والله حالي هيك انه مرت بطريق وخلصت. منا حاله عابره، منا حاله عابره. الامن حالي الحقيقه مستدامه، يعني انت فتت وانتشرت، مفروض انك بتحاول انه تامن الامن بصوره دائمه. هذا مش بالضروره انه يكون في انتشار عسكري بصوره دائمه، انه نحط الجيش كله بطرابلس، لا مش هذا المطلوب، لانه في مرحله ثانيه بيمارسها غير الجيش، بيمارسها الأمن، يعني إن كانت مخابرات ولا معلومات ولا قوى أمن داخلي إلى آخره، هي اللي الحقيقة مفروض أن تتابع العملية الثانية. من هون أنا بقول أنه اللي صار كان مكلف جدا جدا، انتبهت شو؟ وبعتقد أنا مبارح بآخر الليل الحقيقة، لأنه أنا عادة ما بيصير لي اطلع يمكن المسويات على النشرات الإخبارية معظم الأحيان، شفت الشريط اللي انحط عن طرابلس بصراحة مرعب مرعب. فاللي صار كان مكلف جدا بالأرواح والأموال وبكل شيء. بتصور أنه ممكن الواحد يتوقع معه أنه نعم ممكن ما تتكرر. هلأ أنه أنت دولة أعلنت محاربة التطرف، وحالة التطرف بحالة عدائية للدولة، أنه ما بتتوقع أنه والله يصير رمي قنبلة هون، أو يصير أطلق على حاجز، أو يصير عملية لا بتصير، ممكن أنك تتوقع فيها. لكن الأمر أنه ترجع يصير في حالة أنه والله يستعصي ناس بجزء من المدينة لشغل كبيرة أو يهدد الأمن، هيدي مرهونة بقديش الأمن يتابع أو لا يتابع، بيفسح المجال أنه والله تخلق بؤرة أمنية ولا لا. دكتور شريف، هل برأيك أنه سيتابع أو ستتابع هذه الخطة الأمنية، أو أنه نحن أمام احتمالات أنه تجدد ما حصل في طرابلس؟ يعني استكمالا للي قاله معالي، أنا بعتبر اللي صار بطرابلس ما اجى من العدم، ما اجى من المحل، اجى نتيجه تراكمات، تراكمات شيء محلي طرابلسي له علاقه باللي كنا عم نحكيه تحت الهواء، بالقهر والظلم اللي حاصل بمنطقه كثير كبيره ومكتظه وكثيفه. قهر وظلم من اي ناحيه؟ اقتصاديا او سياسيا؟ كل المستويات، ظلم ظلم بشكل عام، ظلم بالسياسه، ظلم بالاقتصاد، ظلم بعدم وجود فرص عمل، ظلم بانه ما في تعليم، ظلم بأنه ما في تنمية، ظلم بأنه ما في خطة حكومية وضعت من سنة التسعين، يعني من يوم اللي وقفت الحرب بلبنان لليوم. أنا بقول لهم دايما الحرب، اتفاق الطائف وقف الحرب بكل لبنان إلا بطرابلس. بس هيدي بدينكم يا دكتور، بدين كل الناس، بدينكم وبدين تيار المستقبل، يعني أنه رؤساء الحكومات إما من تيار المستقبل إما رئيس نجيب ميقاتي. هلا بنحكي، هلا وبحكومة رئيس نجيب ميقاتي خمس وزراء من طرابلس. أنا حجاوبك خلص، روق خلينا نحكي بالسياسة بعدين بننزل لتحت. منذ وضعت الحرب اللبنانية أوزارها بعد اتفاق الطائف وتأليف الحكومات من بعد اتفاق الطائف، لم تحظى مدينة طرابلس بخطة تسمح لها بالنهوض. حازت سنة 2001
على مؤتمر عقده الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه اسمه مؤتمر نماء طرابلس صح تشرين الثاني 2001 او ما اتذكر 2001 2002 بس برجح 2001 2002 بال2002 دون آلية للتنفيذ يعني بقي حبر على ورق ما صار ظرف ما صار ظرف بغض النظر ولكن بقي طرابلس تحتاج الى خطه والعالم اوقات يعني حتى ما انتو اي خطه لا يمكن ان تقوم على افراد انما تقوم على سياسه وعلى دوله لما بدوله من دول العالم بحسوا انه في مدينه عم تضعف بيخترعوا فيها شيء ليعملوه بيعملوه لاعاده انعاشها اما طرابلس فلم تحظى على اي مساله في ذلك الوقت هذا واحد اثنين بدون ادنى شك انه ما يحصل في طرابلس وفي كل لبنان وانا بوافق المعالي انه يمكن ما بقى يصير في حريقه بطرابلس وان شاء الله ما بيصير بولا محل ولكن هذا لا يعني انه الحرائق لن تتنقل من منطقه الى اخرى بحسب ايقاع ما يجري في المنطقه وما يجري في المنطقه ليس محصورا لا في سوريا بقى ولا في لبنان بل بات مفتوح من اليمن عظيم لا لا العراق طلعنا على الوضع الاقليمي بس بعد, لا 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 ما, بعد ما جاوبني بالمحل الصغير بالميكرو يعني وقت اللي حكيت عن تيار المستقبل وقت اللي حكيت عن الرئيس نجيب ميقاتي يعني وقت اللي بتحكوا عن ظلم وقت بتحكوا عن حرمان وقت اللي بتحكوا عن كلها طب انتوا وين كنتوا مين تيار المستقبل طب والرئيس نجيب ميقاتي عندما تولى رئاسة الحكومة هن ما بيشبهوا بعضه ما بيشبهوا بعضه اول شيء تيار المستقبل لما تولى الحكومة من بعد اتفاق الطائف وبالجاية ما كان اسمه تيار المستقبل يعني ما تيار المستقبل هو استحدث من بعد الألفين ما هيك معلي يعني. بأيلول 99 بالألفين يعني أول الألفين آخر 99 أول الألفين من اتفاق الطائف لاستحداث تيار المستقبل لا لم تحظى طرابلس برعاية أوكي. من الدولة اللبنانية بالتأكيد وبعد ما صار في تيار المستقبل لم تحظى برعاية فعلية قبل تيار المستقبل ما حظيته بعد أنا عم أقول من 1990 يعني من لما حطت الحرب أوزارة بلبنان نعم نعم ما عم بحكي بفترة الستينات والسبعينات اللي هي فترة مختلفة يعني مع الرئيس الحريري الشخص كمان لم تحظى طيب طلع تيار المستقبل امتين بال 99 عم بيقول معالي بال 99 هل تغير شيء؟ أبداً. أبدا كمان يعني لم تضع الحكومات سياسة تتعلق بالرعاية والاهتمام بطرابلس قال اجت حكومة الرئيس ميقاتي هلأ هيك حكومة رئيس مئاتي فاتت تكلف في 25 كانون ولعت البلد صار في ولعت سوريا ولعت أول شيء مصر ايه أوكي ولعت سوريا العربي. ولعت طرابلس ولم يأتي ربيع طرابلس ولعت طرابلس ولعت طرابلس صار فيها من وقت اللي فات لساعة اللي طلع 14 جولة منيح كان من المستحيل وأقر 100 مليون دولار وهن موجودين هلا فيهم يتصرفوا فيهم الحكومه الجديده ولكن حتى داخل الحكومه حين اقرت ال100 مليون دولار صار في تناتش داخل الحكومه من الفرقاء لم ينظر الفرقاء اللبنانيون اللي كانوا موجودين على الطاوله وهن ما كل الفرقاء يعني تيار المستقبل ما كان موجود لم ينظروا الى طرابلس كجزء من لبنان نظروا له كحاله انتخابيه انه انا اليوم اذا عملت انماء بطرابلس لازم اعمل انماء بالبترون ولازم اعمل بالنبطيه ولازم اعمل ب البقاع ولازم اعمل يعني صارت ال100 مليون دولار صارت 380 مليون دولار طقل الحجر ما عاد الدوله تقدر تتصرف فيه بسبب التنازع بين الفرقاء من هنا انا اقول انه وبوجه كلمه مباشره للفرقاء السياسيين اللبنانيين يجب النظر الى طرابلس كابن من اولاد لبنان وهو الابن المريض الذي يحتاج الى رعايه مكثفه والى عنايه مركزه وبتوجهها هلا الى هذه الحكومه كمان يعني بالتأكيد وخاصة أن في هذه الحكومة كل أفريقاء ممثلين القوات بيمونوا عليهم الشباب بس الباقي كله ممثل بالتالي يجب إعطاء الرعاية الكبيرة لمدينة طرابلس لما تمثله أول شيء مدينة تانية تانية فيها مشاكل كتير دفع الضريبة عن كل اللبنانيين استعملوها صندوق بريد كل الفرقاء نيح صندوق بريد لعراق إقليمي صندوق بريد لعراق حكومي صندوق بريد لعراق أي عراق إن كان أنا بعتبر أنه لا أنا لهذا للطبقة السياسية اللبنانية حتى ما أقول للحكومة لأنه نحن أخذين قرار إنه نتجنب مهاجمة رئيس تمام سلة ليه؟ لأنه ما في لزوم نهاجمه حرام يعني هلا هو بحاجة لكل دعم حرام كبير يعني لا حرام بالمعنى الإيجابي ما بالمعنى السلبي علي على الطبقة السياسية في لبنان أن تنظر إلى طرابلس
كجزء من هذا البلد والتعاطي معه كجزء من هذا البلد، وما حدا يقول لي جبل لبنان والنبطية والجنوب والبترون في طرابلس وطبعا في عكار وفي البقاع الغربي يعني أو البقاع بشكل البقاع. طيب استاذ احمد، انطلاقا من كل هذا الوضع بدنا نعرف، يعني حضرتك كنت عم بتتابع دقيقة بدقيقة ما يحصل في طرابلس امبارح. نعم. انحكى بكثير من وسائل الاعلام، انحكى عن نوع من انواع التسويه التي حصلت في اللحظه الاخيره، مثلا جريده الاخبار ذكرت اختفى المسلحون من دون ان يتم القضاء عليهم ومن دون ان يتم توقيفهم، الجيش ينفي عقد تسويه لكن هي التسويه التي لا يريد احد الاعتراف بها انها التسويه اللقيطه. هل تعتبر حقيقه انه ما حصل في طرابلس مع انتهاء المعارك هو نوع من انواع التسويه؟ هي تسويه تاخرت في الحقيقه، لانه في الاشكال الاول لما صار حول المربع الامني كما سمي في التبانه كان مطروح خروج الاشخاص الاساسيين مثل شادي مولوي أسامة منصور، مش من التباني بس، من البلد، من طرابلس، من طرابلس وربما إلى أحدى الدول الإقليمية. رفض هذا الخيار وترك الأمر لتجر الأحداث بعضها وصولا إلى صدام. مين رفض الخيار؟ خليني أقول أنه اللي بإيدهم القرار رفضوا. مين بإيده يعني القرار؟ يعني بعتقد أنه المؤسسة العسكرية رفضت هذا الخيار. هذا اتهام للمؤسسة العسكرية وتم تعطيله يعني. نحن اليوم كان هذا الأمر مطروح، المؤسسة العسكرية ككل بالتفاوض اللي كان عم بيصير يعني. في حدا كان عم بيفاوض باسم الجيش لحتى لتنحل هيدي الأزمة. مين كان عم بيفاوض باسم الجيش؟ ما بعرف مين اللي كان عم بيفاوض، ماني معني بالأشخاص. أنا عم أقول أنه هذا الخيار كان مطروح سابقا ورفض، الآن بقيت الأمور على ما هي عليه وتراكمت بالشكل السلبي وحصل الصدام المؤسف والمرعب والمخيف اللي شهدته طرابلس واللي انتهى بدون رابح. يعني صحيح الآن ربح الجيش أنه فات، لكن أولا بأي ثمن؟ ثانيا أين هم المقاتلون الذين كان يقاتلهم؟ إيه بس شو يعني هل كانوا أنه بالنتيجة يمكن الثمن مكلف كان، لأنه كمان الجيش وين عم بيقاتل؟ عم بيقاتل ضمن أحياء، ضمن أزقة، ضمن شوارع، بالتالي صعب، وبعدين عم يتجنب أي إلحاق أي إصابة بالمدنيين. نحن الخسائر بصفوف الجيش تؤسفنا والخسائر بصفوف المدنيين تؤسفنا، لكن الأصل أن لا تكون هذه المعركة قابلة للوقوع بصراحة. لو تم القبول بخروج هؤلاء الناس ما كنا وصلنا لهون الآن. وتنقول أنه ما صار تسوية، لا صار تسوية، وإلا ما كانوا خرجوا بهذا الشكل المنظم، خرجوا بطريقة منظمة وبطريقة محترفة وغادروا أماكن الاشتباك بالأسواق وبالتبانة وببحنين. طيب هاي المحلات الثلاثة اللي شهدت، وتم توقيف 160 إلى 200 عظيم. اليوم كيف في بيانات، تم توقيفهم هودة إذا في تسوية؟ اليوم في بيان صادر عن سعادة النائب وعن النائب محمد كبارة عم يدعي إلى التدقيق في طبيعة هؤلاء الموقوفين. يعني نحن اسمنا أنه وقفنا، ولا بدك تشوف فعلا هل هني هال المقاتلين اللي كانوا خصم للدولة بالتوقيف؟ هذا أمر بحاجة إلى تدقيق شديد. أسماء، بعض الأسماء عظيم ما عم نقول نحن، بعض الأسماء الرموز نذكره ماشي، بس العدد 180 هذا بالتأكيد بعد الغربة اللي بعد 10 أيام ما حيضل 180، يمكن حيضل 8 حيضل 10 ما بعرف، بس أنه بالآخر حتتغربة الأمور. افهمت عنده 5%؟ لا يعني هذا مع الأسف، لأنه طبيعة التوقيفات اللي كانت معتمدة سابقا من قبل المخابرات، مخابرات الجيش، كانت تعتمد هيدي النسبة خلال الفترة السابقة، وهذا هي الصرخة اللي كانت عم تطلع أنه نحن يكفي هذه السياسة ممارسة حتى لا تزداد الهوة بين الجيش وبين الناس. هذا الأمر مش أحمد الأيوبي عم بيصرخ منه، مش الناس اللي بالشارع عم يتوقفوا عم بيصرخوا منه، هذا الأمر صار النواب عم يشتكوا منه والوزراء عم يشتكوا منه، وانفجرت مع الوزير المشنوق، والكل بعتقد بالبحث الدقيق داخل مواقع القرار بالدولة كانت هالشكوى موجودة. هاي الشكوى موجودة لكن أصبحت الآن غير محتملة. لذلك الموضوع مش بس أنه نحن عندنا مجموعة وواجهناها، الخوف من أن يستمر الظلم ويستمر القمع ويستمر هذا الأسلوب في التوقيف ليرجع التراكم من جديد، فنتعرض لجولة جديدة مع أناس آخرين يتعرضون لنفس الواقع
المرير والمؤلم. يعني عم تعطي هون تبريرات للاستمرار يعني بالعمل؟ لا أنا عم بلا عم يطلع يعني أنا عم أقول إنه صارت هلأ صارت الظالمة هي المؤسسة العسكرية، صارت اللي عم بتمارس إنه كل أنواع مشان الظلم والاضطهاد. إذا عم تعطي مشروعية للإرهابيين للتكفيريين لكل شخص حامل سلاح إنه بالتالي يحمل سلاح بوجه المؤسسة العسكرية، يا أما بتطلع عم ترعى الإرهاب. لا أنا عم أقول بدي الدولة تاخد دورة والجيش ياخد دوره، لكن في معايير. خلينا نقول أول شيء بالمعايير أنه هؤلاء الناس اللي بدهم يعتقلوا ما يتعذبوا. خلينا نشوف التقارير الصادرة بموضوع حقوق الإنسان شو عم تقول. اثنين، الالتزام بالمدة القانونية للتوقيف. ما فيك أنت تنقعوا 6 شهور لأولاد الألمون الثلاثة وهني دكاترة جامعات ومهندسين وآخر شيء يطلعوا أبرياء وأنت تشهر فيهم بالإرهاب. هذا ما بيعود بقى مكافحة للإرهاب، هذا بيصير صناعة للإرهاب ونحن بإيدينا عم نعملها. ما بيصير. العدالة هي اللي بتواجه الإرهاب والإنصاف هو اللي بيواجه الإرهاب. اليوم لما كل التوقيفات بتجي بتنحط على طاولة واحدة خاضعة للقانون وللمعايير ما بيعود في مشكلة. بعدين بدي أسأل سؤال، هيدي الغرفة العمليات المشتركة اللي انعملت بأول الخطة الأمنية وين هي اليوم؟ وين هي؟ انعملت هاي الغرفة؟ انعملت هاي الغرفة ليه؟ يا أستاذ وليد لحتى الأجهزة الأمنية تعمل التقاطعات وتعمل التوازن في الرؤية الأمنية، صح؟ يعني تجي مخابرات الجيش وبتجي شعبة المعلومات وأمن الدولة والأمن العام كلهم بيقولوا نحن عنا تقاطع معلومات حول فلان وفلان أو حول الحالة الفلانية، لذلك نقرر مجتمعين ملاحقة هذه الحالة أو هذا الفرد. تم فرطة لهذه الغرفة وشو صار بعدين؟ طب القرار هون عسكري او قرار سياسي؟ انا ما كمان. يعني نحن هون وين القرار السياسي؟ نحن اليوم يعني كمان السؤال اللي طرحناه على الدكتور خلدون انه بينطرى عليك انه قضيه حرمان طرابلس ودائما في تمثيل كبير ووازن لطرابلس في الحكومات، واليوم في تمثيل اساسي ووازن للطائفه السنيه اذا هي التي طب وين هن وزرائكم؟ طرابلس بهيدي الجوله، طرابلس بهيدي الجوله مظلومة على كل المستويات. أنا مع احترامي وتعزيتي الكبيرة لشهداء الجيش ولضحايا الجيش، ما في الإعلام يا أستاذ وليد ما ذكر جنازة واحدة لأهل طرابلس. هدول الناس اللي ماتوا، هدول الناس اللي راحوا ضحية، ما حدا جاب سيرتهم، ما حدا قال وينهم، ما حدا قال هدول الناس يستحقون التعزية. معلش، لا يستحقون التعزية، وفي بعض منهم راح جراء الصراع المباشر وجراء النيران الخاطئة. بس دائما كان الإعلام كان الإعلام يذكر أنه الشهداء من عسكريين ومدنيين عظيم. يعني الضحايا البريئة التي سقطت. بتغطية الجنازات، بتغطية الجنازات هل ذكر وين ولادة طرابلس؟ بعدين في من ضحايا من أبناء طرابلس سقطوا في هذه الجولة ضحايا الرصاص، وضحايا الرصاص اللي قد يكون من هون أو من هون. هول الناس نحن وين مصيرهم؟ اللي عنده أولاد واللي عنده عيلة وسقط مين بده يسأل عنهم هدول؟ هول لازم الحكومة تكون مسؤولة ولازم الجيش يتحمل مسؤوليته بتحديد هذه الخسائر من أين وقعت وكيف وقعت والتعويض على هول الناس. لأنه نحن أستنى بنذكر لهلأ أنه ضحايا رئيس الهيئة العليا منشوف كتير على راسه عيني رئيس الهيئة وأنا بحترمه، بس منشوف كتير نحن الضحايا تفجيري مسجدي التقوى والسلام لهلأ في البعض منهم السهون يعني بدون رعاية. لذلك المسألة هون تحتاج إلى تعمق في فهم أسباب ما يحصل، وأهم الأسباب هو رفع الظلم الأمني. نحن اليوم رضينا بهيدي الحكومة على أساس أنه إذا ما في يا أخي ما في إنماء اقتصادي أو ما في مشاريع على الأقل في توازن بالأمن، أما أنه كمان ما يطلع توازن في توازن بالأمن توازن بالقضاء. طب عظيم الأمن الأمن الوزير نهاد المشنوء، العدل الوزير أشرف ريفي. نعم سمعت وين مشكلتكم؟ سمعت حضرتك الوزير نهاد المشنوء شو حكي بذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن. بعتقد أنه نحن واضحة الصورة بهذا التسلط الكبير اللي عم يجي على الدولة. والسؤال اللي إيه عم ينطرح على السنة اليوم أستاذ وليد، بس عفوا اسمح لي كمان أقول لك إنه كمان الصحافي بيسأل أحيانا إنه إذا المسؤول يشكو الصحافي شو بيعمل؟ أقول لك هون بدنا نوصل السؤال اللي بده ينطرح على السنة الكبير، السؤال الكبير إنه هل أنتم إلى متى ستستطيعون الاستمرار في تحمل هذا الظلم الذي ليس له أفق في النهاية؟ ما له أفق، ما له أفق. حزب الله إمتى بده يوقف الصلبطة على البلد؟ ما في افق. شو خص حزب الله هون؟ ليش مين اللي عم بيعطل العداله الامنيه؟
نوح زعيتر دخلك مين؟ كيف نوح زعيتر هذا بيكون عليه أكبر مذكرات توقيف بلبنان وبيكسدر هيك من بين إيدين الأجهزة الأمنية؟ لك توقف واحد بمخفر، حصروا المخفر ومنعوا توقيفه، وين بدك يعني كيف هذا الأمر بده يتم إذا كانت العدالة بوضوح ساقطة؟ بس إن بيرفضوا هذه الموازعة، بس بدي أوصل لقراءة أستاذ نبيل بالنسبة إلى ما حصل بطرابلس. يعني برأيك هل مثل ما ذكرت ببعض الاعترافات خصوصا اعترافات أحمد المقاطي إنه كان القصد هو احتلال قرى بخعون عصون سيرة الضنية بعصفرين تمهيدا لرفع رايات داعش فوقها ومبايعة أبو بكر البغدادي، هل برأيك يعني هذا كان الهدف الحقيقي لما حصل في طرابلس والشمال؟ يعني أولا باعتبار التحقيقات اللي بتجريها مخابرات الجيش دايما عندي أنا مدار شك، لأنه ما في رقابة على هذه التحقيقات من قبل النيابة العامة، ما في إشراف مباشر عليها، مراكز توقيف التابعة لمخابرات الجيش منا مفتوحة أمام الحقوقيين حتى أمام المحامين، حتى الوفد الأممي اللي إجا وطلع تقرير مؤخرا ذكر بالتقرير أنه منع من دخول وزيارة سجن وزارة الدفاع وغيرها من أماكن الاحتجاز التابعة لمخابرات الجيش. ما في أجزم أنه هذه الاعترافات صحيحة، هذه بداية. وفي عنا سوابق بهالشيء أنه دايما بس نوصل على المحكمة منلاقي الكلام هو غير هيك ويطلق سراح الشخص السجين. بس يلي بيتابع هالحلقة عفوا هون هيك حيشي ملاحظة أنه بحس كأنه المشكلة هي صارت بالجيش وليس عند الإرهابيين التكفيريين، يعني دايما في حملة على الجيش. لا لا لا، المشكلة منا بالجيش ونحن منا بصدد حملة على الجيش، بالعكس تماما. يعني أنا بسمع كلام معالي الوزير والدكتور خلدون والأستاذ أحمد، الكلام مش هيك أبدا. في عملية نحن منحصر المشروعية بمؤسسات الشرعية، هاي مشكلتنا. نحن مشكلتنا بهالبلد أنه نحن عم ننادي بمشروعية المؤسسات العامة بهالبلد وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية، ولكن هناك شركاء لنا في الوطن ما بدهم يكونوا في حصرية المشروعية بهالمؤسسات الأمنية، حصرية السلاح بيرفضوها. نحن اللي عم نطالب بالدولة، يعني بينطبق علينا المثل أنه نحن قلبنا على الجيش والقلب الجيش على هناك ناس، فالموضوع مش هيك. نحن المشكلة في إدارة المؤسسة العسكرية أو إدارة الملفات الأمنية بالبلد. خلينا نحن نحط المشكلة من هون، وهذا الأمر مش جديد، هذا الأمر بدأ منذ عهد الوصاية الأمنية لما كان الاحتلال السوري بالبلد واستمر. كان في عنا سنة رائعة جدا بال2005 قبل الثورة المضادة اللي أقام حزب الله وحلفائه بعد حرب تموز بمحاصرتهم للسراي والاعتصام بوسط بيروت، وانقلبوا على الشرعية الدستورية اللي أعطاها الشعب للمنتخبين. ونحن رحنا على الدوحة وقبلنا معهم نعطيهم طلطة معطل انه كمان ما يعني مشكلة. انا ماني عم دافع عن حدا دكتور، لا لا انا عم بوصف، انا عم بوصف، انا عم بوصف الحالة. نحن بثورة 14 اذار اللي انا بعتبرها اول ثورة ربيع عربي كانت بلبنان ب 14 اذار 2005 جرى اجهاض اولا بعدم استكمال هذه الثورة بإزاحة الرئيس أميل لحوت. رئيس أميل لحوت هل لا، لأنه نحن المشكلة من هون بدأت. المشكلة بعدم التشكيلات، عدم توقيع التشكيلات الأمنية. بقي الضابط اللي عينه رستم غزالي بوظيفته، بقي القاضي اللي عينه رستم غزالي بوظيفته، هذا الموضوع استمر وألقى بظلاله حتى على الاختيالات السياسية اللي حصلت فيما بعد، وحتى على موضوع إعادة البوصلة الأمنية حول فئة محددة سياسيا أو مذهبيا، لأنه مش بس مذهبيا الموضوع، لا حتى سياسيا ببعض الأحيان. كانوا أوقات يطلع تقرير أمنية أنه في شباب من القوات عم يتدربوا بجرود ما بعرف وين، يطلعوا يلاقوهم معهم بنادق سيد، بينما بنلاقي سلاح بمكان آخر. الموضوع لا، في إدارة أمنية خاطئة عم تخلق الإرهاب وعم تخلق المشكلة. وين هون الإدارة السياسية؟ يعني دائما هذا التصويب على الإدارة الأمنية، بس دائما الأمن ممسوك من السياسة. غير صحيح على الإطلاق، لأنه أنا حكيت أنه ما في إدارة سياسية. يعني أول لما استلم الرئيس السنيورة الحكومة معلشي ما قدر يعمل تشكيلات، صفى مثل الملكة إليزابيث يرقص ولا يحكم، ما في شيء. بقي الأجهزة الأمنية تعمل بالوصاية الخارجية وحتى الوصاية السلاح الأمر الواقع بالبلد. نحن في مشكلة عندنا هالمدينة، لنرجع لموضوع طرابلس، عندنا هالمدينة تاريخيا ما شافت وجه الدولة إلا عن طريق الدبابة، هاي بكل اختصار.
ما شافت وجه الدولة إلا عن طريق الدبابة. أي متى؟ تاريخيا. شو يعني مش عن طريق الدبابة؟ أي دبابة وأي متى؟ دبابة أقول دولة ما شافت وجه الدولة إلا عن طريق الدبابة. يعني أي دبابة بتقصد؟ دبابة الجيش، دبابة الأمن. دبابة الجيش هي التي هي التي خلصت هذه. شو بدها المدينة يعني؟ أن يبقى الإرهابيون والتكفيريون؟ إحنا ما بدنا نحكي بقصة إرهابيين. الإرهاب موجود وين ما كان ولدى جميع الشرائح. من الحرب الأهلية ما حدا قصر. إذا بدنا نحكي عن مجموعة شادي مولوي بيطلع معلش يعني عصفور بريء قدام اللي صار بالحرب الأهلية. ما حدا يفتحنا هالمواضيع. بس يا استاذ نبيل، ما عدنا بزمن الحرب الأهلية اليوم. نحن ما وقفت الحرب الأهلية، وقف المدفع، ولكن الأمراء الحرب لا زالوا عم يتحكموا بمصائر هالشعب بعدهم لحديت هلا، وعم بيلعبوا بمصائرنا، والتنمية وقفت وقاعدين عم يشتغلوا فينا. عظيم، أمير من أمراء الحرب يتحكم بالمقدرات السياسية، بس ما بيلقط شارع، ما بيلقط حي، ما بيتحكم بحياة الناس. عن المجموعة الإرهابية اللي موجودة بهالحي هيدا، كيف نمت؟ وكيف حصلت وكيف دخلت السلاح وكيف عملت مخزن ذخيرة؟ هل تتهم يعني جهات سياسية بدعمها؟ لا، ما بتهم جهات سياسية، أنا عم بتهم الأمن. الأمن بيقولوا ممسوك، كان عندنا جهاز أمني قاصف رقاب الناس، الصحافة كان يسكرها، الصحفيين كان يعتقلهم، الام تي في تسكرت. هولي كيف ناموا بين ليلة وضحاها؟ مش صحيح هالكلام. فيها عملية اصطناع للإرهاب بمناطق محددة، مش بس بعملية طرابلس، لا، نحن في عنا معلومات أكثر من ذلك، انه في عمليه بدها تتنقل من منطقه لمنطقه لحتى يتقاطع. بس مالنا اصطناع. لا، في اصطناع، مالنا اصطناع. يعني يقال مثلا انه ابو مالك التلي هو الذي كان يقود معارك الشمال. هلا ذكرني موضوع الشيخ ابو مالك التلي بالشيخ ابو محجن. تتذكروا ابو محجن؟ كان كل شيء يلا ابو محجن. هذا الكلام معلش، نحن منا، نحن مثل ما قال السيد حسن نصر الله اولاد ضيعه. نعرف هالأمور كلها كيف تحصل وكيف بتترتب. خلينا نحكي بشكل واقع، حزب الله شو بده بلبنان؟ شو بده؟ قبل خلينا بيعتبر بيعتبر, بيعتبر 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 انه الطائف هو ما كان شريك فيه، بده يعمل صيغه ثانيه يخلي الامور على الطاوله. بدنا نخلص، العالم بدها تعيش، العالم ما فيها الدله هيك تتحمل امتحانات. اذا كل المشكل بحزب الله او المشكل الاساسي يعني على يميني وعلى شمالي انه شخصيتين سياسيتين التيارات السياسيه اللي بينتموا لها تعاونت مع حزب الله وبعدها عم تعاون معه وعم تتحالف معه وموجوده بفرد حكومه وعم تتعرض لانتقادات من الشارع السني هلا ما له شيء عم ينحكى انه ضحايا المسجدين ما تلقوا تعويضات. حتى انا تلقيت شكاوى من ضحايا اللي راحوا بعرسال واللي تهدمت بيوتهم بعرسال بعدهم ما اخذوا تعويضات. هيدي الناس هلا بالتبانه شو ناطرة تعويضات؟ حتندفع التعويضات ولا لا؟ إذا بدنا نحكي بمعركة تانية وإرهاب، إذا ما ندفع التعويضات لهالسكان نحن أمام صناعة إرهاب جديدة. برأيك هيك؟ 100%. أستاذ وليد، وحتى بطرابلس في أمور صارت الحقيقة يعني يمكن عدم الإجابة عليها أو شيء ممكن تخلق عند هو الناس. هو فيك تجاوب مباشر لزيادة الحيوية. أنا عادة ما بقطع حدا يعني، بس أنا بس بلفت انتباه. بالنسبة للدكتور الحقيقة حكي شغلي إنه والله الحكومات المتعاقبة ما عملت خطط تنمائية. هلا أنا بوافقه بهذا العنوان، ولكن الحقيقة حأعطيه بعض المعلومات والتفاصيل. الحقيقة الرئيس الحريري ببداية عهده جرب يوضع خطة تنمائية. بعدين وقت اللي شاف الصراع على الخطة التنمائية وكيف بدك تنمي وأي الأولويات ولا كذا، نحى الخطة التنمائية وبدأ بالتنفيذ بمنتهى الصراحة. كانت أولوية الأولويات هي البنى التحتية بكل لبنان، لأنه أصلا إذا ما في بنى تحتية ما فيك تبني عليها شيء أبدا. يعني أنت ما ممكن أنك تعمل أي صناعة ببلد أو أي سياحة ببلد أو أي شيء إذا لا في هاتف ولا في كهرباء ولا في طرق ولا في، فهيدي شغلة كانت أساسية. وهيدي الحقيقة البنى التحتية هي خدمت لبنان كليته. يعني وقت عمل التليفون عملت تليفون للبنان كله، وقت عودة الكهرباء عملت للبنان كله. وقص على ذلك على طلب شو عم يحكي الدكتور عن طلب. ما بتذكر لما كان الوزير أمان صقاوي وزير نقل وأشغال وحصلية المعرض ما بنساها معالي الوزير. نعم ضيش بتذكر. لا لا بس عم لا 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 لك لا لك شغلي. نعم بعرف بس ماشي بس هلا قطعنا على شغلي. الوزير مصقاوي أولا ما كان وزير نقل، ما كان وزير الاقتصاد، بعرف، بس وقت طلع قرار بحصرية المعرض ضايق ما طلع قرار بحصرية. وقت طلع قرار بتوزيع الرزق على المرافق يا دكتور نين سوا يا دكتور أقول لي لك شغلة. لا أنا ما قاطعتك، أنا ما عم قاطعك، فأنا بس بدي ألفت انتباهك لشغلة. أولا الوزير مصاوي ما كان وزيرنا.
الحقيقة اللي طرح عملية قصة الحصري هو الرئيس الحريري الله يرحمه. وهو بطل. ما هو بطل لأنه مش قانوني. عم حكيك بمنتهى الصراحة، وكل شيء في عالم قامت إنه أنت باقتصاد حر وتطلع هيك، لأنه بالنهاية بالقانون معهم حق. وطبعا بطبيعة الحال أصلا لا هلا ولا بكرة ولا بعد بكرة حدا بيقدر يفرض حصرية المعرض. حطها براسك أنت بنظام اقتصاد حر، ما فيك تفرض هالشيء هذا. ولذلك تراجعوا عنا وحالوا يعملوا أشياء تاني. بس عم بدك تقول إنه مثلا إنه شو اللي نعمل؟ أنا الحقيقة أنا بس هيك تذكرت شغلات على السريع من الأشياء اللي نعمل. أولا أنت بتعرف إنه قصة الضم والفرز بطرابلس اللي صرف فيها 53 مليار ليرة، أنت بتشو هيدي الرئيس حريري اللي عملها وحملت الحكومة ما عملت البلدية، علما بأنه هذا شأن بلدي. أوكي. قصة المعرض اللي كان رمامي واللي ما كان فيه شيء أبدا واللي كان بعد على البطون، الجزء اللي استكمل منه الرفيق الحريري، الأوتوستراد اللي بيوصل من شكة لطرابلس اللي وقف بشكة أكثر من 30 سنة رفيق الحريري. اليوم يعني الجامعة اللبنانية بكل أسف اجت انحطت الحجر الأساس بأيام الرئيس لحود، انت بتشوف بالفترة اللي غاب فيها الرئيس حريري عن الحكم، لكن كانت عملية تظاهرة يعني عفوا ما بدي لك شيء لأني أنا متابع بمنتهى الدقة للمشاريع، أو إذا بدك بعطيك التفاصيل. وأنا متابع معك. وقت اللي حطوا حجر الأساس كل الأرض كانت 65 ألف متر، 30 ألف متر منها هي المنحدرات، 30 ألف متر، فكان ما فيك تعمل فيها شيء أبداً. عم جاوب بسلف. إجا الرئيس رفيق الحريري أنت باتشو وعمل استملاكات 150 ألف متر، وهن اللي عملوا وعدينا وقت اللي انعملت ما كان في دراسة لمبنى، هن اللي أعطوا الدراسات للمباني، هن اللي هلأ مشين عم وصاروا صارفين أكثر من 150 مليون دولار بس بقصص المباني. هيدا اللي أحسن ما نغرق يعني المدارس بالماضي. المدارس ما بس عم بعطي مثلا أنا بس بأيامي مثلا قرار لخمس مدارس مهنية، ثلاث أربع سنويات، تجمع الروضات والروضة النموذجية بسنة وأربعة أشهر. فما نقول إنه ما نعمل شيء لا قبل ولا بعد، لا قبل وقت اللي كان الحقيقة قبل التيار وبعد التيار. معليك على معليك. كل إن أنا بضيع شوي لأنه هيك أنت مشيت بسرعة لدرجة أنه بيّنت القصة كأنه كله عظيم وكله حلو وأنت بتعرف وأنت مقتنع. وأنا لم أقصد ولا أريد أن أقصد لا بعرف. أن أتحدث لا عن أداء الرئيس الحريري ولا شيء. أنا أكيد كل الحكومات التي تعاقبت نعم بس بعض الطائف بس خليني كفيلة لم تقم بواجبها تجاه هذه المدينة المريضة. خليني كفيلة نعم. فهلا بتعطيني مشروع من هون ومشروع من هونيك. معلش محطة وانا بحكي لك اذا بدك بقصة المصفية ومشروع المصفية وبقول لك شو سمعت ببغداد من قصة المصفية وبقول لك شو سمعت بقصة سكة الترين اصبح مالش. بالتالي انا لا اتحدث الان عن تفاصيل، اتحدث الان وانت مقتنع وانا بعرف انه هو يعني بالمعنى الشمولي ضلت المدينة تعاني الحرمان طبعا لانه في تراكم حرمان قديم كتير الحقيقة. هلا اليوم في الشغلة الثانية اللي صارت قصة الطائفة بيحكي عن الانماء المتوازن، عشان هذا الشيء مهم انه هلا نعبر عنه. المؤسف انه هذا الانماء المتوازن لم يحصل، والمؤسف لك انه بيجوا وزراء بدل ما يشتغل لكل لبنان بياخذ الشغله بياخذها على منطقته، يعني ببلش اذا كان مثلا وزير اشغال عامه بيحطها بمنطقته اذا كان وزير اخر مره بس خلينا بالموضوع لانه عم والله يعني خرجنا ندفع عن الموضوع اليوم. انا احنا باذن الله عم حضر مشروع بشان عمليه قصه الانماء المتوازن وكيف انك تاخذ معايير له لنخلص من هالحكايه، وقد ايه صرف بكل قضاء بلبنان وربطه بالعدد السكاني، وبعتقد انه اذا بنمشي بهالقاعده ونعوض الناس عن اللي صار ساعتها عن جد بصير انماء متوازن. هلا بالنسبه لهذا الكلام بس انا معه نعم مصر خطه، ومؤسف اقول لك انه اذا بتشوف كيف تناقش انت وقت اللي بيجي قرض لينعمل مشاريع مي ولا الى اخره، كيف قروض بتنام لحد ما يجي لحتى نرجع نشوف كيف لا مش هون بدنا نعمل قرض ما بيمشي القرض يعني الا لتمشي مدري وين. مؤسف وياما في قروض كادت ان تسقط وبعضها معك سنتين لمشروع القرض لحتى يطلع. بالنسبه للي اثار اخونا الاستاذ احمد عملية قصة، أنا أولا ليس لدي علم بأي عملية تسوية، وعلى كل بقدر أجزم أنه لم يكن هناك أي تسوية مع السياسيين هيدي على القطع، وإذا كان نعمل تسوية يجوز يكون بس نذكر أنه حتى نواب المستقبل يقول دكتور أحمد فتفت لا بيقول اليوم أنه في تسوية أمنية كانت يعني أنا عم أقول لك بارح نذكرت معلومات إعلامية أن نواب المستقبل هم الذين رعوا تسوية قضت بخروج المسلحين من الأسواق القديمة خوفا من تدميرها. لا منو صحيح لأنه نحن صار الانجتماع ببيت
المفتي، والحقيقة كان الكلام واضح جدا، وإجا انضم له العميد عامر الحسن. عامر الحسن، وكان الكلام واضح جدا، يعني انه بتريد توقف ولا مكفي، لا بنوقف ولا بتكفي، هي مسألة أمنية، هذا اختصاصك مش اختصاصنا، ونحن ما لنا علاقة ولا بنعرف بالأمن. انت بتشوف هلا اليوم نحن عندنا يمكن يكون مطلب واحد بالنسبة لهالعملية، انه انت ممكن تستعمل المدفعية وتدمر الأسواق، ولأن بعدين الأسواق مش بس عملية انه أسواق حسن. هو سألكم هيك؟ لا لا، انه منكمل او ما منكمل؟ لا لا، انه وقت انك طرحت عليه اسئله ايه؟ قال شو بتريدوا انه نوقف؟ اتضح هيك بالطريقه هيك ايه. لا مش عم بيقولوا تريدوا نكمل ولا ما، شو جاي ياخذ اذننا هو ايه؟ اصلا وقت اللي بلش ليش اخذ اذننا؟ قياده عسكريه بتقرر، وفي قيد في حكومه، يعني في عند القرار السياسي بيعملوا، وهذا مشي. فبالعكس كان عندنا نحن شغلات انه ممكن انت تستعمل المدفع والصاروخ، وممكن تستعمل القناصة، المهم انه معالجتكم العسكرية ان تكون باقل كلفة من الاضرار بالارواح البشرية وبهذه، لان ما بس كمان مدينة اثرية، هي ارث ثقافي مهم كمان، هي منطقة تجارية. ما كانت هيك ما تم التزام هذا العمل بالاسواق. اسمح لي طيب، بالاسواق صار يعني نعم. ما عليك بعد اذنك، اول شيء ما في معركه بالاسواق، في مسلحين هربوا بلشوا من خان العسكر، وصلوا على السرايا العطيقه، فاتوا تمركز، فاتوا السوق العريض، تمركزوا بالاسواق. عظيم. بس هن منن يعني هن اجوا من برا وكانوا ملاحقين من الجيش، تمركزوا بالاسواق. الاسواق هي اللي قالوا معالي، اولا الاسواق هي اسواق طرابلس تجاريه، سوق البزركان معروف. ثانيا مدينه منطقه مكتظه سكانيا واهلها فقراء. ثالثا مدينة ما بتقدر تفوت عليها لا من الليلة الأسواق، ولا أطفائية، ولا سيارة إسعاف تضغ دقيقة ما فيك. أربعة، كم المقاتلين الذي دخل إلى الأسواق؟ ليت هذا الكم يلي يحتاج لهذه القوة النارية. ولكن بنفس الوقت هذا لا يعني أنه مطلوب كان ترحيلهم أو تظبيطهم، لكن أنت قدامك خيارين، أي استعمال للقوة بدون استعمال الحكمة هو غباء، واي استعمال للحكمه فقط هو فلسفه. طب شو صار بطرابلس؟ ما صار شيء. اسمح لي انا حاجه. شو صار بطرابلس؟ ما صار استعمال للقوه فقط او للقوه الحكيمه؟ استاذ وليد ما خليتوني كفي، سوري بس ما خليتوني كفي، طول الحديث يعني. هلا اللي صار بالاسواق، انت شو انه نعم مجموعه قليله متجاوز 30 زلمه اللي فاتوا على الاسواق، وسبب يمكن التوقيف، وقفوا القتال لفتره الحقيقه، والتوقيف القتال لفتره سببه انه كان في 3 رهائن، هاي الحقيقه. وهي اثناء توقيف القتال بتقصه الرهائن، بتعرف الاسواق كلها بتنفذ على بعضها من سطح لسطح، من باب لباب، من زيرو راحوا وتسربوا. اللي صار بالتبانه موضوع اخر. تمام. اللي صار بالتبانه كان الحقيقه قصف عنيف جدا، وانا بقول لك بمنتهى الصراحه كان في افراط باستعمال القوه بمنطقه لا. مجرد انك تطلع على الفيلم تبع الاضرار بتشوفه. هلا اللي بدي اقوله خلينا قصه التوقيفات اللي تعمل في شغلات مهمه، خلينا نحكي عن التوقيفات، ناخذ فصل علينا بنرجع بنحكي بالتفصيل، لانه هذا موضوع كثير يعني له كثير من التشعبات وله كثير من التفاصيل. اذا بعد فصل اعلاني. وقبل ما تابع معكم هالحوار بدي اتوقف عند اتصالين من الاتصالات الكتير يلي اجت فيما يتعلق بموضوع الجيش. بس قبل بس بدي دقيقتين دقيقة حتى لا يفهم الحديث الذي يدور على غير مقصده. في بيان طلع النواب طرابلس، انا برأيي كل طرابلس بتبناه صحيح، بيقول أولا التأكيد على أن طرابلس كانت وما تزال في كنف الدولة المؤسسات الشرعية، وأنها ضد الإرهاب من أي جهة أتى. عظيم الكلام. صح. اثنين، يؤكد المجتمعون على أنهم مع تطبيق الخطة الأمنية بالأسلوب السلمي الذي تم سابقا. ثلاثة، يشدد المجتمعون رفضهم المطلق لأي اعتداء يمكن أن تتعرض له المواقع العسكرية أو أن يطال العسكريين. نيح. أربعة، يطالب بإنصاف طرابلس ومناطقها وملاعجة الظلم والقهر. يعني اليوم هذا النقاش هو نقاش إيجابي منه سلبي، ما حدا قاصد إلا أن يكون تحت الدولة، وما حدا قاصد أصلا. إحنا ما عندنا ملاذ آخر، جربنا الملاذات الأخرى. يعني هلأ معالي والشباب حكيوا عن
مربع أمني هون وليش ما فاتوا عليه قبل وليش فاتوا عليه قبل؟ لأنه ما حدا مقتنع أنه لازم يكون في مربع أمني. بالتالي نحن خيارنا الدولة، خيارنا القوى الشرعية، نحن تحت سقف القانون، ولكن نرغب أن يكون كل اللبنانيين تحت سقف القانون حتى لا يشعر أحد بالظلم والغضب. خلصوا دقيقتين، خلينا نسمع الاتصال الأول. الاتصال الأول بعناية من السيدة بيتي هندي. مساء خير مدام بيتي. مساء الخير. أول شيء يعني هلأ هيك مثل واحد عم بيحضر الحلقة بحس كأنه استسخاف الموضوع اليوم بالجيش اللي قام فيه، أنا بعتبره كتير غريب بكل المواقف اليوم اللي أخدتها أهل طرابلس، اللي هي اليوم منقول أنه ما حدا قدر دعم الجيش مثل الشيخ سعد الحريري بموقفه السني، خليه يكون كزعيم سني. بس اللي عم بستغربه اليوم بالصفقات اللي عم تتداوى الوحدة ورا التانية ومرق تحت الطاولة وفوق الطاولة، فيك تعمل صفقة مع شخص بس ما فيك تعمل صفقة مع 5000 عسكري واقفين بطرابلس. هيدي المنطقة من سنة 84 ما فتت الدولة عليها، ولمعلومات الدبابة ما بتقدر تفوت لجوا، يعني لو الدبابة قادرة تفوت كانت الأمور كتير أهون. هي حرب شوارع وهن بيعرفوا كتير منيح شو في جوا. استخفاف إنه في إرهابية و184 بيبقى منهم 5%، في 32 اليوم تكف عليهم. أما الإفراط بالقوة هيدي اللي إلا يعني هاي اللي إلا أستاذ أحمد، هاي 5% كبيرة نسبتك. هاي يعني خلينا نقول إنه 184 اليوم وزيد عليه 32 بكل المعركة اليوم عندك قتلين مدنيين، وبمعركة اليوم حقا شرسة يعني، وعندك اثنين راحوا اليوم عم تحكي مدنيين ومصاب واحد. أما يقولوا اليوم لو وقت رحنا عرسال، وقت كنا بمعركة عرسال، لو الجيش كان أقوى كان حسم، كان عمل مرح له ما انخطف له. وقت الجيش بده يكون يروح ويحسم، صار الجيش جيش عم بيفرض بالقوة وعم بيروح أكثر من ما لازم. إذا هم في مشكلة بالقرار السياسي خلوني نحن، في شيء اسمه مجلس وزراء اليوم، في شيء اليوم كثير حقيقي عندهم مشكلة اليوم سنية شيعية، خلينا نقولها مثل ما هي، فلتكن وتحل بمجلس الوزراء. ما بقى يحملوا المؤسسة الوحيدة اللي بعدها واقفة على إجريها اليوم بغياب كل شيء في شيء بالدولة أعباء أكثر ما هي بتحمل. بيحكوني عن حقوق، على راسي حقوق الإنسان، بس ما عليه اللي انعمل بالعسكر وتنكل فيه وقت لقطه من الإرهابيين منه كان شيء كتير هين. ما بقى حدا يزايد بهيدي المحلات، ما حدا عم بيقول إنه الجيش مقدس. خليكي معنا لأنه في استهجان. مدام هندي خليكي معنا. أنا يعني إذا كان في حدا غلط بحق الجيش وهذا خطأ مدان، بروح أنا برتكب أخطاء مماثلة أو أكثر؟ هذا مش منطق. أنا مش هيدا، لا 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 أنا يعني لما حضرتك بتعمل هيدي المقارنة كأنه عم بتقول اسكتوا طالما أبداً الجيش أبداً تعرض لهي المسألة فنحن في يعمل اللي بده إياه. نحن عرسنا وعندنا الجيش، لكن هيدا الكلام عم بتقولني شيء أنا ما قلته. أنا عم بقول لك مش ما مش مشان أنت ما تقوليني شيء ما قلته. قال قائد الجيش بالفيجارو إنه العسكر اللي كان بمحل من المحلات تعاملوا لأنه كان في خوف وتفاتوا عن النازحين السوريين بالتعامل، في تحقيق وعم ينفتح ليش صار هالشيء. اليوم فايت انت على نزوح ما بتعرف مين الارهابي مين مش الارهابي، العسكر بمحل حاطط ايده على قلبه لانه عم بحكي عن اللبنانيين اللي عم يتعذبوا، مش عن النازحين، عن اللبنانيين اللي بيعتقلوا. ابن المرعبي اذا بس بدنا نفتح الباب يعني تشقف تحت التعذيب. لا ما بدنا يعني هالامور، ما في مبالغة في وقائع مؤلمة. اليوم ينفتح تحقيق بالشقة تحت التعذيب للي عم بتصير بال... بعدين اليوم في حكومة يا جماعة، خليها تروح الحكومة تطلب بهذا المحل. إذا هالتجاوزات عم بتصير قيادة الجيش، أنا برأيي والجيش كله ساعتها بغض النظر في حكومة خليها تروح تحاكم. ما بقى حدا يروح على هو هيدي مزيد هي عفوا استاذ احمد، بس هيدي النقطة المركزية انه هاي بدي وجهها للاستاذ سمير، يعني انه بالنتيجة اليوم في قرار سياسي، في حكومة، هالحكومة رئيسة تمام سلام كتلة لبنان اولا، صح ام منو صح؟ نعم صحيح. اثنين في وزراء من تيار المستقبل صحيح. ومعهم حلفاء صحيح. طيب انتم هون اذا عم تحكوا عن تجاوزات ما يعني انتم ما عندكم قرار في هذه الحكومة او ما عندكم سلطة على المؤسسة العسكرية؟ طيب حاجاوبك. اول شيء خليك معنا مدام، اول شيء انت يعني مع احترامي للجميع وكلهم احسن مني لا بس بعتقد انك انت بتعرف تماما واكيد انت بترصد الاخبار كلياتها. ولا مره انا طلعت على الاعلام بتصريح ضد الجيش ولا مره صحيح. ولا مره
وبالوقت اللي انه وقت اللي في لزوم بالمواجهة بقلب الأماكن المغلقة وبقلب السرايا الحكومي، بعتقد اللي حكيناه كان من الجرأة بمكان، واللي حكيناه كان بصالح المؤسسة العسكرية، يعني بمعنى كل الملاحظات اللي شلناها هي بالنهاية بتصوب عمل المؤسسة، واللي بيغار على المؤسسة ما بيتركها تغلط، بيحاول يصوبها يصوب لها عملها، مش بالإعلام بالغرف المغلقة. نعم نعم. هلا الشغلة الثانية اللي بدي أقوله قصة الصفقات، طبعا أنا قلت لك بالحديث واضح أنه أنا ما بعتقد أنه كان في صفقات، ودخلك بدي أسألك سؤال، أي اشتباك يعني عسكري، أي اشتباك عسكري كيف ينتهي باتفاق سياسي، يعني يا بي لا لا بين جيشين، يا بقتل يا بأسر، ما بيكون بين مؤسسة وبين إرهابيين، والله مظبوط والله مظبوط، ما صار شيء أنه يا بقتل يا أما بهروب المسلحين. هلا اللي انتهى له خروج المسلحين وهروبهم، هذا مش معناته انه بياكد انه في صفقه، بعضهم مطلوبين واستفادوا وهن مطلوبين، وهلا يمكن هذا يكون احسن للجيش بمنتهى الصراحه من الصدام اللي ممكن يدمر فيه يمكن نص البلد على راس السنه، وبيصفي هلا العامل الامني اللي بيلاحق مجموعات يعني افراد هربين من وجه العدد. قصة الكلام نحن هذا نحن اللي بيحزننا انه اولا مثلا منان بياخذوا الاخبار وكيف بتجي الاعلام بيكبرها انه توقيف 180 ارهابي، لك يعني نحن اولاد البلد وعارفين، لك في شيء 40 50 واحد لقطوهم راكبين على موتوسيكلات، انه هلا ما في ما هلا ما هو وقت تركب موتوسيكل، بنعتبره اذا ارهابي، اذا لقطوا 180 ارهابي معناتها قضوا على الارهاب، لك خلينا نكون واقعيين بشيء، ما بيجوز هالشيء. وبعدين بمنتهى الصراحة هالأسماء اللي بتنعرف، يعني أنت مجرد توصمها بالإرهاب، هذا الزلمة إذا بكرة بده يسافر بده يروح على مدرسته، بده يروح يسافر يشتغل برا، ما بيقدر يروح محل، ضرب له مستقبل. فنحن اللي عم نجي نقول إنه يا عمي إذا القط إرهاب برافو عليك، ونحن معك ونزقف لك، نحن ما نضد، بالعكس نحن مع الدولة ومع الجيش للآخر، بس نحن ونحن ما مضطرين إن نجي بقى حاج بقى أسا كل واحد بيسأل أنتم مع الدولة ولا ما مع الدولة، أحد الأسئلة اللي سألتها أنا اللي بدي أسأله، هل الدولة معنا؟ هذا السؤال الحقيقي والسؤال المركزي، بس نحن كمان نكون مع الدولة، نحن كل عمرنا مع الدولة، وبعتقد اللي عطيناه للدولة بحدا عطاء من شباب ومن أي شيء تاني، وسكتنا عن حقوقنا كلياتنا، وأكثر منطقة صارت متخلفة غيرنا بيأكل كل شيء، ونحن القاعدين عم نتفرج، مش مقبول هذا الكلام. طيب خلين بس أخدم مع مدام هندي، يعني بعدنا ما في مشكلة مع القرار السياسي. نحن أنا اليوم كنت أنا والنائب محمد كبارة عند رئيس الحكومة عم نبلغه على أشياء صارت، طبعا لأنه نحن بنعتبر أنه لازم تمر بالقنوات الأساسية، القناة السياسية اللي بتفوت على المحل اللي لازم تحكي فيه. بنفس الوقت طلبنا أنه والله إعلان منطقة التباني منطقة منكوبة، ولا مشان منطقة منكوبة يعطوا على قليل السلف، مش ينطروا التعويضات، لا في الأضرار السابقة 3 سنين ما اندفعت، أنه عطوه سلف للسكان وعطوه لحتى يقدروا يبلشوا يرميوا بيوتهم لا يقدروا يسكنوا فيها. بس خلينا نختم مع مدام هندي، بعد عندك شيء تقوليه؟ ايه بس المشكله اللي عم تحكي فيها استاذ سعادته نائب الجسر، انا معه في مشكله، خليه يروحوا يعالجوا المشكله قبل اليوم في المشكله الامنيه يلي شبه مبطوطه، وال180 ارهابي ما بعتقد في ممكن بالتحقيقات يبقى حدا، اذا حطوا اليوم ما في اسامي طلعت عن شال عدد، يعني ما بعتقد الجيش رح يكون ظالم اليوم، في محاكم خاصه تقول انه ال180 ارهابي طلعوا وتشهر فيهم على التلفزيونات ليقول انه اليوم حرام في منهم من الجامعات ممكن يكونوا ملقطين، ايه بيصير بهيك حروب تتلقط عالم يمكن ما تكون ارهابيه ومظلومه، بس ما في ولا اسم طلع اليوم على الاعلام بيقول انه هذا ارهابي. نحن عم نحكي عن عدد، شو الكلام هذا؟ عم يقعدوا سنين بدون محاكمه، تقبل ابنك يكون بهالحاله وصورته؟ شو الكلام هذا؟ هي حقوق ناس، هذا شو الكلام هذا؟ الاستخفاف بحقوق العالم. في شغله ثانيه اليوم رح نرجع نقولها، هيدا قضي يوم واحد بس بالسجن، قضي يوم واحد بس. ليش اليوم بتهربوا؟ ليش اليوم عم تهربوا من واقع سياسي؟ في حكومه حقها تروح تبحث وتعمل وتجي تقول اليوم في جزء اسمه دائما عم نخلط بين الحكومه والقرار السياسي والقرار العسكري، ولا نهار كان قرار عسكري الا ما بيكون لانه في تسييس للاجهزه الامنيه. القرار العسكري ما بيسبق القرار السياسي، القرار السياسي هو الذي يسبق القرار العسكري. إيه بس معها انه اذا في تسييس للمؤسسات الامنيه وين السياسه؟ لكن ما في عظيم يا استاذ وليد، والمواطن عم يدفع ثمن المحاصصه بالبلد. على كل حال مدام هندي بدي اتشكرك على هالمداخله. نحن مواطنين يا استاذ وليد، نحن لنا بموقع قرار سياسي ولنا بموقع قرار امني. عندكم زعماء، عندكم زعماء، عندكم نواب، عندكم وزراء، عندكم رئيس حكومه. كيف اي نواب مددوا لحالهم؟ اي نواب يحيى مددوا لحالهم؟ النائب سمير الجسم معنا ومن تيار المستقبل،
انا ما عم بحكي على اشخاص، انا عم بحكي على مبدا. هلا نحن اوكي بكل دول العالم بيطلع لانه الكلام هون وكانه مبعدين عن السلطه، انتم جزء لا يتجزا من هذه السلطه، انتم جزء قوي من هذه السلطه. نحن عم نفشل بتثبيت اقدامنا بهذه السلطه، لانه في مين عم يستقوي بقوه السلاح وفارض نفسه على القرار السياسي، بيفوتوا قوى 14 ادار على الحكومه ليضحوا كرمال البلد. بالاخر شيء نحن عم نفشل، التجربه 2 و3 و4 عم نروح على فشل على فشل، بس عم نرقعوا كرمال ما تنفجر البلد. هذا هو الواقع. هيك عم هل هذا يعني انه تيار المستقبل كما بدات تتصاعد بعض الاصوات انه تيار المستقبل عم يفشل في قياده الطائفة؟ ابدا ما عم نقول هيك، لا 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 ما هذا المقصود. شو قصدك؟ المقصود انه الواقع المعادله يلي بالبلد قائمه على منطق القوه. تيار المستقبل منو قابل يفوت بمنطق القوه. منطق القوه كمان سمعنا بعض الاصوات في طرابلس غير منطق، وعم بتقول وينه الرئيس سعد الحريري في هذه المعمعه، في هذه المعركه، في هذه التحديات المطروحه، وينه؟ ساعته بده يجاوب. انا ماني هلا نرجع نسمع ردك، بس خليني اخذ اتصال من السيده هنيده المصري. مساء الخير مدام هنيده. مساء الخير استاذ وليد، تحياتي لك ولضيوفك. شكرا لك، تفضلي. تسلم. انا حقيقه مداخلتي بعيده عن شوي عن الامور السياسيه والغطاء العسكري والغطاء السياسي وهالقصص. انا حابه احكي شيء محض طرابلسي، من مواطنه طرابلسيه. بحب أقول شغلة واحدة بس لفت نظر لكل حد القريب والبعيد عن طرابلس اللي عطاها صورة شوهة. ومن باب التباني بالذات، باب التباني المنطقة الأكثر بؤسا بلبنان وفينا نقول بالمنطقة اللي احنا عايشين فيها إجمالا. باب التباني اللي عم بيقولوا عنها هي حاضنة للإرهاب والإرهابية، أثبتت حقيقة أنها هي حاضنة للدولة والجيش. باب التباني هي لأول مرة، ومش عم بحكي شعر ولا عواطف، حقيقة أنا تأثرت وأنا عايشة هون، أنه باب التباني وطرابلس كلياتها هي كانت حاضنة للدولة والجيش مثل ما قلت قبل. بس أنا بتمنى على الفعاليات وعلى القيادات الموجودين بطرابلس ياريت يحطوا خلافاتهم وحساباتهم الانتخابية شوي على جنب، ولا يتوحدوا لأنقاذ المدينة، ولا ندور على سبب الفلتين اللي أدى لهالشي يصير باب التباني. أهل باب التباني أطيب عالم بالشمال، وباب التباني كان اسمه باب الخير لأنه هي باب للتجارة وللخير لكل البلد. وبتمنى نرجع مثل ما كنا قبل، مثل موعيد اول ما خلقت اسمع عن باب التباني، باب سوق القمح وباب الحديد وسوق الخضار وكل هالاسواق هاي المعروفه كثير اللي بالفعل هي كانت باب الخير. شكرا لك على هالمداخله مع الوزير. كنا وصلنا عندك حول دور تيار المستقبل فيما يحصل. دور تيار المستقبل فيما يحصل. سيدي الكريم، اول شيء دور المستقبل لا يتفرد بالسلطه. دور المستقبل صحيح مشارك أساسي في السلطة ومكون أساسي من السلطة، هذا على وجه التأكيد. لكن هذه الظروف اللي هي ظروف الحروب، أولا نحن ما داخلين فيها، لا عندنا ميليشيات ولا منفوت بهالحكاية. نحن نسيين ما جرى في البلد من أيار 2008 وانتجي. شو كان فيه؟ كان فيه مصادرة لكل شيء. يعني فتت على، يعني انت عملت اول شيء بايام الرئيس سنيورا، وهذا اللي وصلنا للاتفاق المشؤوم يمكن، او اللي هو عمل تسويه تبع الدوحه اللي اشار له الدكتور. يمكن كانت غلطه الروحه على الدوحه، يمكن كانت غلطه، انا اليوم بعتبرها غلطه، لكن يمكن بهديك الظرف وقت بتطلع بتشوف انه عندك مدينه محتله، يمكن كان ما في قرار ثاني. ومؤسف انه ما حدا ندافع عن هذه المدينه المحتله، ما حدا، ما حتى ما نفوت اكثر منها بما فيها لما قائد الجيش بدون ما حدا دافع. بعتقد الكلام واضح عن هذه المدينه اللي احتلت، وقسم من وقتها وجاي طبعا، يعني من وقت الشعور بالمظلومين طبعا. الشغله الثانيه، وقت اللي فات الرئيس الحريري على السلطه 3-4 اشهر، وبعدين فتنا الحقيقه كل الجلسات بشغله واحده بس والحمد لله، اللي هي شهود الزور. بس شيء اسقطوا الحكومه بالانقلاب المعروف، صفوا بقى شهود الزور، ما بقى في شهود الزور، تبخرت خلصت القصه. فهذا الواقع، ما عم نشتغل نحن بواقع انه والله مريح. وبعتقد موقفنا واضحه،
ونعرف كمان ونحن لا نلغي أحد. يعني مثلا نعرف طبعا أنه حزب الله هو مكون أساسي في هذا البلد، وبالنهاية هولي ولاد البلد، إذا منو سوري لتقول له والله اطلع برا، هذا ابن البلد. فإذا أنت يمكن بدك تضطر أنك تتساكن أنت وياه، تتواجد أنت وياه بطريقة معينة لحتى تقطع مرحلة. نحن الحل الحقيقي هو لو 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 النظام لو يطبق النظام الديمقراطي اللي بيربح انتخابات بيستلم السلطة، مش انه منفوت انه يا منعمل تسوية، مش تسوية، منعمل حكومات ائتلافية انتبهت شو يا منفجر البلد. هذا 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 وضع البلد، وما بعتقد ما بعتقد انه هذا خافي خافي على حدا على الاطلاق يعني. فالشغل الثاني اللي بدي اقوله، وهذا مرئي بكلامك لان كمان باحد الاسئله، انه حنصفي مبين انه بالبلد انه يا ما انت مع الجيش يا انت ضد الجيش. هذا ما هو كلام صحيح، هذا ابدا ابدا. انا مع الجيش ومع الجيش ومع الجيش، وما بقدر اكون الا مع الجيش، لكن بنفس الوقت وقت الجيش بيرتكب غلط انا ما بدي اقول انه هذا غلط. دخلك بدي اسالك سؤال بالمؤسسه العسكريه، ما في التفتيش العسكري لشو عاملينه؟ بلا بس ما بيعرفوا انه في مين بيرتكب ضياء اصل المحاكم، اصل المحاكم العسكريه يمكن ولي. لازم ينحكى يا مع الوزير هيدا، ينحكى مثل ما ذكرت حضرتك انه بالغرف المغلقه، بس وقت بده توجه انتقادات الى المؤسسه هذا العسكريه هذا الكلام. امام الراي العام، الراي العام بصير ضد الجيش بالنتيجه، الراي العام ما راح يقدر يميز هالنيانس الصغيره. وبعتقد حتى بيان اللي طلع عن النواب اخر شيء بعتقد كان واضح للغايه انه مش مقبول ولا تحت اي ذريعه التعرض للعسكري، التعرض العسكري. استاذ وليد، بس مش معناته انه اذا واحد عمل غلط بقول له انت، لكن لشو عملت المحكمه العسكريه اصلا؟ المحكمه العسكريه لمحاكمه العسكريين مش لمحاكمه المدنيين. صحيح. تسمح لي؟ ايه بدي اسمح لك، بس بدي اسالك بكل صراحه قبل. ايه؟ هل برايك القيادات السياسيه منا مقصره في هذا الموضوع؟ بلا، خليني اقول لك انا ما يلي. شاء القدر في لبنان أن، والكلام للرئيس سعد الحريري، رئيس سعد الحريري ببينه الأخير مبارح يتحدث عن السنة. أنا ما بدي أحكي عن السنة، بينه للرئيس الحريري بيقول، يتحدث عن السنة ويقول أنه ما ينحطوا موقع أنه هن ضد الدولة. بيقول إخواني لحقلك إن أهل السنة، نعم شو بيقول كيف لحقل بيان إن أهل السنة هم هم أساس تكوين لبنان واستقلاله ورسالته الحضارية، ولن يعيشوا تحت أي ظرف من الظروف أقضت الاستضعاف والإقصاء. صحيح. ما هيك هو عم يقول؟ أنا رأيي مشكلة السنة في لبنان أنهم يعيشون أقضت الإقصاء والاستضعاف. نحن عن نتيجة من أي سنة هيدي دكتور؟ يا خيي من 2005. هالعقدة إيه؟ من 2005، من 2005 وبالنازل. خليني أقول من لما رحنا على الدوحة وبالجاية بالسياسة، ومن قبلها بال2005 وبالجاية. طيب القيادة السياسية السنية بتوين بين هلالين المتمثلة فعليا بتيار المستقبل توهت الشارع معه. حلو منيح. نعطي إشارة يمين منفوت شمال، نعطي إشارة شمال منفوت يمين، نتنازل يعني. معالي اشار ل 7 ايام. خلص صفى الموضوع، موضوع تيار المسابقة. لا بس في لانه لا كمان يعني انا خليني هو الزعيم الابرز للطائفه السنيه كمان يعني كمان ما ما تقاطعني ما مهلك. لا ما بقاطع، عم بشرح له لمعالي الوزير. نحن بنحكي على 7 ايار. ايه اسوأ شيء صار يمكن 7 ايار. صح. هلا اكبر مصيبه انه تحكي ب 7 ايار بدون ما تحكي بالظروف المحيطه. اكبر مصيبه انه تحكي بداعش بدون ما تحكي بظروف محيطة. أكبر مصيبة تحكي بمربع أمني بطرابلس بدون ما تحكي بأسباب موجبة. ما في شيء بيجي من العدم، ما في شيء بيجي من الفراغ، كله بيجي نتيجة إما حسن. صح. أداء إما سوء أداء. صح. طيب أنا بجي بقول له لمعالي لا في سؤال مشروع ما بيتوجه لسمير الجسر أبدا، ولكن يوجه إلى عدد كبير من رموز تيار المستقبل. أنتم مع الجيش ولا ضده؟ سمير الجسر ما بيتوجه له. ايه؟ انا عم اقول لك لمين بدك توجه؟ لمين من كان؟ محمد كبادة؟ لا لمين؟ لحظة يا استاذ. انا عم بسأل سؤال والله بكل بقلب واضح، ليس بقصد التناول ولكن بقصد اي اشارة بكون تبعته للناس. طيب يا خي اليوم اللي حكيوه الشباب شو بيدلك؟ بيدلك انه الاهل السني بين هلالين قائم وموجود ويمكن عم بيزيد. وانا بوافق المعالي انه هناك بعض الممارسات من القوى العسكرية لا تطاق.
وفي حجم قوة نار استعمل لا يتناسب مع حجم القتال اللي عم يطلع. هلأ بتقلي شو الأسباب؟ ومع العلم وأنا معه لا مع علي أنه المعركة الحمد لله ما ظلت أكثر من 48 ساعة كلها على بعضها، يعني 24 ساعة سوق 24 ساعة تباني. وبعدين ما حدا يتفلسف علينا حتى بموضوع التسوية، الجيش أي جيش كان لما بيقاتل أهله كتير ما بيعود جيش بلده، الجيش وظيفته ما يقاتل أهله، الجيش مثل ما بيقول لي احد الضباط اللي كثير بيفهم. بس لحظه لحظه كلام خطير. لحظه مع اوصل لك فهمني. احد الضباط المهمين جدا 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 وهو متقاعد بيقول لي الجيش لا يستطيع ان يعمل معركه ببلده اكثر من 5 ساعات. منيح، لانه انت الراي العام معك، بس بالاخير انت ما عم تقاتل ارهابيين بين هلالين على اهميه قتلهم، انت عم تهد بيت وسوق خضره ومعمل بلاستيك. إذا الإرهابي عم يحتمي فيهم شو بيعمل؟ ما بيقدر يهدوا، ما بيقدر يهدوا، ما بيقدر يهدوا. وظيفته يحميني، بيتفرج عليه، وظيفته يحميني، قواعد النظام. لحظة لحظة لحظة، بيتفرج عليه الإرهابي، وظيفته يحميني. وبالتالي وبالتالي إذا خرج هذا المطلوب هذا لمصلحة الجيش، لأنه الجيش بيجيبه من رقبته وقت اللي بده يجيبه. هذا من جهة، ومن جهة تانية اليوم لما انت اللي قالوا اليوم علي كان هو الوزير والنائب كبار عند الرئيس تمام سلام. نعم. رئيس الهيئة العليا للإغاثة هو أداة تنفيذية لقرار حكومي وبالتالي لقرار رئيس الحكومة. صحيح. يعني بينزل اللواء محمد خير بيزور التبانه وبيزور السوق، شو في بين ايديه؟ صحيح. الله معكم يا شباب كيفكم؟ صحيح. بس هن تابعين لرئاسة مجلس الوزراء. يا سيدي اليوم اللي عم يقولوا معالي، بس القرار مجلس الوزراء للتمويل. اليوم اللي عم يقولوا معالي بدك قرار مجلس وزراء للتمويل. وبده الرئيس تمام سلام والحكومة انه تكون واضحة وقاطعة وجازمة انه عليها تمول. ما لا تصوروا، لا تصوروا، ما حدا يجرب يصور. وانا لا اتحدث باللغة الطائفية اما وانها هي استعملت. نحن قبلنا نروح على تسوية الدوحة نتيجة ما حصل إيه بس أيام. بلش محل انتهيت محل. معلش انا بدي اعمل، بدي اعمل قوس. لا بس كنت عم تحكي انه في ضياع التيار المستقبل. إيه؟ وحقيقة ما بس تيار المستقبل، إذا بدك الامتداد السني في هذا الشرق العربي كله في حالتي، كله في حالتي. طيب أنا مع المالكي ولا مع أبو بكر البغدادي؟ طيب أنا لني مع المالكي ولني مع أبو بكر البغدادي، أنا مع مين؟ طيب أنا مع داعش ولا مع النظام السوري؟ أنا مع مين؟ أخطر من هيك خيي، عم بسألك أسئلة أول أسئلة وجودية. أخطر من هيك، عاطفة السني في لبنان هل هي مع النصرة نعم أم لا؟ يا خيي خليني أنا أقول ما يلي. خليني أقول ما يلي، خليني أقول ما يلي. اليوم عندك شعور أنه كل الناس عم تعاديك بشكل أو بآخر، كل الناس عم تعاديك، الأمريكاني عم يعاديك، الروسي عم يعاديك، الإيراني معاديك، القوى المتطرفة معاديتك، يمكن تذبحك شو بعرفني، يمكن توصل تقلك أنت مرتد. طيب أنت شو عندك؟ كم التيه اللي موجود لم يعطى أي إشارة اطمئنان من أي منظومة سياسية لبنانية تقول أنها تمثل الأكثر، لم تعطي إشارة اطمئنان لجمهورها، وبالتالي الجمهور تاه وتشتت. طيب أنا ما عمول هذا الكلام لأهاجم، عمول هذا الكلام، هذا يتطلب أولا اللي قالته هنيدة مصري، نخيطه لنشوف هيدي طرابلس تستحق من كل القيادات أن عشو عم بتنافس. أول شيء ما في انتخابات لبعد 2 و7 شهور، واضحة ما هي؟ عشو عم تخانها؟ ثانيا البلد ما في فلوس، ثالثا البلد ما في مشاريع، رابعا البلد ما في رئيس جمهورية. هذا التنافس من عم يدفع ثمنه؟ عم يدفع ثمنه اللبناني، وعم يدفع ثمنه جمهورك بالآخر اللي هو تيه. لا أنا بقول لك اليوم الجمهور الطرابلسي بالحد الأدنى اللي أنا بعرفه، حتى البيروتي اللي رحت معهم على الحج، ما عادوا عندهم شعور أن لديهم كتف يستندون عليه. هون شيء ده شعور خطر. والله ما عاد موجود، والله ما عاد موجود. يعني ما بحسوا إنه تيار المستقبل. أكيد لا. إنه هو السند. أكيد المطلوب. لا. وعمل لك القصة أبعد، أبعد من لبنان. ما عم بقول أنا ما عليك عم تضحك. لا 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 والله العظيم لا 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 من بيروت. وين هو بيروت؟ عم وصف توصيف أنا سمعته من كل الناس، أبعد حتى أبعد. يا خيي ما بده شيء. فات داعش احتلت الموصل، من الموصل طلعت وصلت على أربيل، بس وصلت حدود أربيل فاتوا الأمريكان طقوها. بعد شوي صار في مشكلة بجرف العرب، مبارح بنشوف الصور الجنرال قاسم سليماني بجرف العرب عم يبعث إشارة إنه هاي تنسحب داعش، أنا بعبي الفراغ.
بالسياسة منيح. طيب جرينا على عين العرب، عملنا عين العرب هي ملحمة البطولات وملحمة ستالينجراد وستالينجراد. طيب المعارضة السورية اللي يتبنى الغرب والشرق دعمه ما كبولن ولا صندوق ذخيرة مرة، لما صارت قصة عند الأكراد بكوباني كبينا لهم ذخيرة 27 وحدة راحت منهم وحدة لداعش. عم بعطي أمثلة هذا كله، هذا كله الأمريكان قالوا واحد، أني أوليك قالوا الأتراك قالوا خمسة. طيب هذا كله وين بيأدي؟ لو المشكلة محلية بس، ما نحن ما عدنا بلبنان أولا، ما نحن قررنا من لحظة اللي صارت الأزمة بسوريا أن ننقسم فريقين، فريق مع النظام وفريق ضد النظام. هلأ بغض النظر عن لو تمكن فريق من الفريقين أن يكون أقوى مما هو عليه لكان أقوى، خدنا هذا القرار. هذا القرار حرق نفس البلد، حرق نفس البلد لما انقسمنا. بدون أدنى شك أنا أعترف أن هناك فريق في لبنان أقوى بكثير من فريق آخر في لبنان، ويمتلك ويسيطر على جزء كبير من القرار بالمقارنة مع فريق آخر من لبنان. ولكن الفريق الآخر من يوم الدوحة يتنازل عن أجزاء من قراره، عن 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 سابق إصرار وترصد أو عن سوء أداء بغض النظر، لكن النتيجة وحدة أدت إلى هذا الشعور. ونحن بالأخير لا أقفل، خيارنا الوحيد، نحن ليس أمامنا إلا الدولة، وليس أمامنا إلا الشرعية، وليس أمامنا إلا القوى الأمنية متمثلة بالجيش وقوى الأمن واللي بدك إيه، لأنه ما عنا ما عرفنا نركب ميليشيا. أوكي. يمكن حتى لو بدنا ما بنعرف. معنا. بالنسبة لقضية الشعور الجماعي، يعني من يومين كتب الأستاذ إبراهيم الأمين إنه الحقيقة أن المستقبل لا يرى المجموعات الإرهابية عدوا له ولا يجد سببا لعزلها أو ضربها، برأيك الشعور العام السني هل صحيح أنه يتعاطف بشكل أو بآخر على الأقل مع جبهة النصرة؟ ما بدي قبل ما أوصل لجبهة النصرة أنا عندي مشهدين. مشهد نوح زعيتر عما يتم إخراجه بهذه الطريقة الفاقعة، مشهد حسام صباغ منقوع بالحبس. خليني أنا بس شوف هذا المشهد، حسام صباغ اللي كان الإطفائي على الأرض، اللي كان هو يساهم بتهدئة الأمور، اللي هو يضبط هول الشباب يلي عندهم النزعة نحو العنف يضبهم، هذا قاعد بالحبس ونوح زعيتر بيكزدر. كيف ما بدك على المستوى المحلي عم نحكي، كيف ما بدك هذا الواقع السني يكون مأزوم، خاصة الجو المتأثر بالفكر الجهادي اللي ممكن يروح يعمل المشكل. هذا أولا. اثنين، دخول حزب الله على سوريا وارتكابه هذا الكم من الجرائم في سوريا، واللي أنا بدي أقول هون بين هلالين فذي آذى لا معلش خليني أقول لك شغلي، أنه ضع حزب الله وضع جماعات كمان يعني خليني أقول لك فرق كبير بين أفراد وجماعات، مش فرق هائل مقارنة، يعني فرق هائل. راحوا أفراد وراحوا بقدرات ذاتية محدودة وراحوا بحماسة شخصية، والأفراد اللي ندموا ورجعوا والآن عندنا مشكل باللي بده يرجع، والأفراد اللي ندموا ورجعوا صاروا بالحبوسات، واللي راحوا جامعات من ضرب لهم سلام. شو بده يحكي له؟ هذا واقع. يعني هذا واقع. أنا اليوم إذا بدي أحدا من هؤلاء الشباب اللي بسوريا يرجع، كيف بدي رجعه؟ فيك تقول لي كيف بدي رجعه؟ في إمكانية يرجع؟ مستحيل. في ناس رجعت ما انتركت لحظة، في حين انه يلي عمل. بس السؤال لا انه هذا العمل اللي قاله مع الوزير تكت ليلي قاله انه هل تتم انه ملاحقتهم وبالنتيجة تصل الى حدود المعركة معهم لانه فقط الشباب راحوا على سوريا، او بالنتيجة لانه شكلين خلايا نائمين بشكل او باخر وبالتالي عندهم مخطط بالداخل اللبناني؟ قبل ما يصيروا خلايا صاروا خلايا بالسجون دغري عم بيروحوا على الحبس، ولا محاكمة ولا شيء، توقيفات غير منطقية، توقيفات غير منطقية. نحن اليوم لما بتجي بتسأل انه هل هناك في تعاطف، بنضحك على حالنا اذا بنقول ما في تعاطف، لكن هذا التعاطف منه تعاطف اصلي. صحيح. يعني بمعنى انه مش الناس عندها هواية تروح تستجلب جبهة النصرة على لبنان لحتى تتعاطف معها، لا، بس نتيجة هذا الكم الهائل من الضغط ونتيجة بداية الشعور بيأس حول امكانية التغيير او امكانية التخفيف من هذا الضغط، الناس عم تروح على محلات ايه تفكر بهي الطريقة. وانا بدي اقول هالنقطة مهمة، اذا بدي قائد الجيش العماد جان قهوجي بهالقصة بالذات قادر يلعب دور محوري وحاسم،
كثير من القضايا اللي عم تصير هي قضايا ذات طابع إجرائي، ممكن ينفرد فيها ضابط، ممكن ينفرد فيها جهاز، ممكن تنفرد فيها نقطة. هيدي المسألة إذا عرضت على مقصلة المحاسبة بشكل جيد، حفاظاً على الوحدة الوطنية، حفاظاً على وحدة المؤسسة، وحفاظاً على هذا الجو الوطني بالبلد، أنه نضل متماسكين بحدود الدنيا على الأقل، ممكن نحن نوصل لنتيجة إيجابية، خاصة أنه الجيش اللبناني الآن مدعوم على المستوى الخارجي ومؤهل أنه يلعب دور كبير تحت عنوان مكافحة الإرهاب. نحن بدنا الإرهاب أن لا يتحول فعلا إلى صحوات مثل ما قال الوزير داخلي أنه هذا المشروع. بدي أسألك سؤال عن موضوع إحباط الشارع السني، هل صحيح أن هذا الإحباط ناتج من عدم قدرة الزعامات السنية وتحديدا تيار المستقبل على تحقيق التوازن المطلوب على الصعيد الوطني كله سوا؟ تماما، يعني حتى عشان ما نحصرها بتيار المستقبل، لا الزعامات كلها، ولأنه الزعيم الأبرز وخاصة التي تداولت على السلطة على رئاسة مجلس الوزراء. طبعا ايه اكيد يعني قصدك جارك يعني، لا وحتى رئيس عمر كرامي ايه؟ وحتى كلهم يعني هلا بالنتيجه لا نحن لا اجى رئيس عمر كرامي ما كان في هالمواضيع هاي. لا الاحباط السني معلش، الاحباط السني جزء منه هو يعني قبل الطائف وامتد لبعد الطائف. يعني بدا الاحباط السني الحقيقي منذ اجتياح بيروت عام 1985، واللي شفنا نحن صوره ومشهد منه مؤلمه من يومين ببيروت بال85 بنيسان 85 اجتياح ميليشيات. نعم امر واقع، لانه نحن اهل بيروت مثل اهل طرابلس واهل صيدا، اهل المدن يعني بشكل خاص، ما بدنا نميز حالنا يعني شوي، بس نحن بطبيعتنا بنكره الميليشيات، ونحن دائما خيارنا هو خيار الدوله والشرعيه. فكان عملية الأمر الواقع وقتها شكل كمان هالأمر صحيح، وامتدت على الاتفاق يعني الثلاثي. أنا إذا بدك مضبوط، أنا بميل أكثر للي بيقوله الدكتور خلدون بهالمجال، إنه معرفنا أو معرفة الطائفة السنية إنه تعمل ميليشيات أو ما بدنا، ما بدنا، بس اتكلت على ميليشيات أخرى، اتكلت بمرحلة 75 على الفلسطينيين. طيب هذا أكبر دليل أنه نحن ما عنا ميليشيات، ولا عنا رغبة أنه نأسس ميليشيات، ولا منرحب بميليشيات. مجتمع مدينة ما بيقاتل، ما بدنا. نحن كنا من أول ما كنا بالمدرسة يا أستاذ وليد يقولولنا أهلاتنا إذا شافوا عم نحكي مع مسلح يقولولنا أزعر، يقولولنا أزعر. هاي الثقافة المدينية، هاي بقصده أنا. لذلك نحن وصمنا بالإرهاب أو ببيئة حاضنة للإرهاب، هذا في تجني كبير وفي مخطط خطير من وراء اللي نحن هلأ عم نشهد له مسلسل، اللي هو عم يضرب مصالحنا السياسية والاجتماعية بالبلد. نحن في عنا شباب، وأنا بأسف أنه اسمع كلام أنه إيه بتحصل أنه ناس تتوقف. ليش نحن زوننا يعني خمس نجوم؟ يعني نحن إذا واحد توقف تعسفيا بكرة بيعطوه تعويض؟ يعني ما بتعرف المدام اللي حكيت من شوي أنه في ناس توقفت 7.5 سنين وطلعت براءة؟ ما بتعرف هالشي؟ ما بتعرف شو صار مع هالناس خلال 7.5 سنين مع عائلاتهم؟ اللي اتطلق من زوجته، اللي ولاده تشردوا، ما بتعرف هالشي؟ فيها هيك بس تجرب ليلة وحدة بالسجن؟ شو هالكلام هذا؟ شو هالاستخفاف بكرامات الناس؟ نحن شعب مجروح، نحن ما عنا أفق. هلأ بيطلع بنسمع بمنادات بشكل يائس، ثورة وشغلات وانشقاق على الجيش، هذا شيء يائس مرفوض. نحن وصلنا لهالدرجة؟ نحن بحاجة أنه نعمل مصالحة مع الدولة، والدولة تتفضل تقعد معنا. هذا ما بيصير. التعاطي الأمني هو آخر المطاف، آخر الدواء. تماما. نحن خلينا نرجع لموضوعنا، نحن الإحباط بلش سنة 1985 واستمر مع الاتفاق الثلاثي اللي هو أدى لتهميش السنة بهالاتفاق هيدا والتآمر عليهم واغتيال قياداتهم، لحتى بعدين اجت الوصاية، اجت الوصاية السورية الأمنية اللي استمرت بعملية استقواء البعض علينا، لحتى صارت ثورة 14 أذار 2005 اللي بعدين أحبطت، وصار اتفاق الدوحة، اتفاق الإذعان، هيدا اتفاق الإذعان اللي صار بالدوحة. ايه بس ما بوافقك على انه كلها سوى مرحلة احباط، يعني كلياتها احباط متتالية يا سيدي. مرحلة صعود الحريرية السياسية، ما في اي حريرية سياسية يا استاذ وليد. معلش انا حاعطيك مثل بسيط، ما كانوا يقولوا له من خلال بعهد الوصاية للرئيس الحريري انت ما لك علاقة بالامن؟ كانوا يقولوا له ولا لا؟ وهو قبل، ما كان عنده خيار يا خيو. عال كان يخلوه، كان عنده خيار بوقت، وصل لوقت الرئيس الحريري. معلش لانه بوقت السين كانت راكبه،
سوريا السعوديه. اذا فيك تعمل صحيح الكلام، فيك تعمل اذا الثنائيه بلبنان. بلا مش صحيح، مش صحيح الكلام. معلش كان نحن وقتها محكومين لدرجه اول مره لما اعتكف الرئيس الحريري هدد منعونا نحن كعائلات بيروتيه نروح نعيده. صح ولا لا؟ صحيح، منعونا ومنعوه يستقبل اي حدا من الاتحاد العائلات البيروتيه. هذا شو نحن ما حدا كان سامع باللي عم بيصير فينا؟ نحن كانت سجون وزاره الدفاع مليانه من الطائفه السنيه ومن القاعده الكتائبيه ومن التيار الوطني الحر ومن القوات اللبنانيه بحقبة طويلة. استاذ ما كان هلا وقتها احباط سني وما سني، كان في احباط سني، كان في احباط سني، كان في احباط سني، كان في احباط سني، كان هيدي هيدي ليك هيدي اذا بدي وقفك عليها هيدي بتضرب بالنتيجه كل التجربه الحريريه. يعني ما في تجربه حريريه، ما في تجربه حريريه هي انه بعز توجه التجربه الحريريه كانت طائفته محبطه. انا بدي انا بس بدي اذكر شغله صارت بعد اتفاق الدوحه. دوحة أنا بصنع هيدي مرحلة أخرى أو قبل اتفاق الدوحة. معلش و بدي أقولها هيك، بس أمالك اتفاق الطائف أستاذ، يا أستاذ كمان واحد ما بيجوز يظلم ناسه وما بيجوز يجلد حاله. اتفاق الطائف كان له ظروفه. أستاذي الله يخليك، ما كل شيء له ظروفه. يعني اليوم إذا قلت لي اتفاق الدوحة هو اتفاق أدى إلى ما أدى إليه بقول لك أنا معك حق. اتفاق الطائف أنا هلأ من وقت، يعني أنا بعمل أنا وياك جلسة طويلة عريضة بقول لك شو الترتيبات وماذا استطاع الرئيس رفيق الحريري ان يحصل باتفاق الطائف. ما بدنا كمان نجلد حالنا ونعمل حالنا انه نحن يا لطيف. لا بقيه الطوائف عم تشكي، ونحن اليوم بقيه الطوائف عم تشكي من الطائف. نحن اليوم مساله الاحباط ليس مرتبطا فقط بموضوع لبنان. هلا ما بقول نحن جزء من المنطقه، نحن بشكل خاص ما حصل باليمن وجعنا، ما حصل في العراق وجعنا، ما حصل في فلسطين وجعنا، ما بخالفك بهالشيء، ما حصل بسوريا وجعنا. لا اكيد بس انا خليني اذكر بس عشان ما تروح الفكره. معلش يلا كمل. نحن قبل اتفاق الدوحه كان في 7 ايار 2008، صح ولا لا؟ صح. طيب نحن ب 7 ايار وهلا عم نشوف نحن فيديوهات الانشقاق من الجيش والانضمام لجبهه النصره، اللي هيدا انا بحذر منه وبطلب من الجنود حتى اللي عندهم افكار او اللي عندهم شويه هيك احباط وبيشوفوا مخالفات قانونيه، انه نحن مش هيدا خيارنا كسنه بالجيش، نحن خيارنا نفوت على الجيش ونخدم الجيش، هي وحده. بس في شغله صارت انا كنت وقتها من المرحبين فيها، اللي هي انه لما بيشوف كانوا وقتها 60 ضابط من الجيش قدموا استقالتهم وضعوها بتصرف قائد الجيش، كان وقتها فخامه الرئيس ميشيل سليمان اللي رفضها. شو صار فيهم هول؟ هول كانوا التجربة الوحيدة، لأنه نحن عايشين ببلد طائفة، المؤسسة العسكرية هي معروفة لها هيكليتها الخاصة، وكل يعني خليني يسمي أمير جماعة طائفية كان يسمي قاضي رئيسيين بالمؤسسة العسكرية للمحكمة العسكرية. كان في عنا مجموعة من الضباط اللي محسوبين على التيار الرئيس الحريري. شو صار فيهم هول من بعد ما استلم الوزير الدفاع فايز غصون؟ شو صار فيهم؟ جرى إقصاؤهم وبلشوا يوزعوهم شمال يمين، شيء على الحدود بوجه الإسرائيلية، شيء على السلسلة الشرقية بوجه أحمد جبريل. هيك صار فيهم. هلأ أنا بدي وجه سؤال معلش للفريقين، شو عنا نحن كطائفة سنية كحصتنا؟ وأنا آسف أقول هالكلام لأنه أنا ضد المحاصصة بالأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية. شو قلنا نحن بالجيش؟ إيش؟ نعم هذا السؤال كتير خطر. من هيك رح ناخد فصل إعلان، هيك بيستجمعوا أفكارهم مادام في قضية نسب وقضية قيادات. ناخد فصل إعلاني ثم نتابع هذا الحوار. حسم الجيش المسألة في طرابلس وهرب شادي المولوي كما فعل قبله الشيخ أحمد الأسير وشاكر العبسي. حي الدبانة! حي الدبانة! جيش الحرب! للأبد! للأبد! كانت انتفاضة الإسلاميين في طرابلس مع بدء الثورة في سوريا تهدف إلى نصرتها،
تم وقتها توقيف المولوي قبل أن يطلق من سجنه ليشكل لاحقاً رأس الحرب في المعارك الأخيرة ضد أهل المدينة والجيش. هاي أنفاسنا الأخيرة، ونحن هلأ انحصرنا وسلمناها لله عز وجل. كل شيخ خزننا، كل شيخ بتحاسب بالدنيا وبالآخرة. شيخ الله بيبعث له مين يغزله شيخ. والله يا شيخ يا أخي والله حكينا كتير مع المشيخ، كله خزننا، كله حنقلنا عم بيقلنا يلا، وناس ما ردت علينا على التليفونات. أنفاسنا الأخيرة لح نضلنا نقتل بأرضنا لحتى نقتل شيخ. هذا الشاب استفاد من معطيات عديدة لتشكيل حالته وأبرزها ثلاثة. أولاً إن توقيف الحاج حسام الصباغ أزاح عنصراً قوياً عن درب المولوي الذي جنح ككثيرين من مؤيدي الصباغ من خط النصرة إلى الخط القريب من داعش. ثانياً إن المولوي ومعه أسامة منصور لم يشاركا فعلياً في المعارك التي كانت قائمة مع جبل محسن، بل استفادا منها لاستقطاب المقاتلين. أما المعطى الثالث فهو الخلاف الذي نشب بين المولوي والشيخ سالم الرافعي، وقد استغل المولوي ترك الرافعي البلاد لتعزيز حضوره. عائقان بارزان وقفا أمام المخططات الإجرامية لطرابلس، وهما غياب البيئة الحاضنة، وهذا أمر أكده أهل المدينة وقادتها والتيارات السياسية فيها، كما تربص الجيش بالمتطرفين من كل الأطراف، وقد قدم في الأيام الأخيرة الشهداء والجرحى حفاظا على أمن أهل المدينة والوطن. ولكن لماذا لم يتم القبض على المولوي؟ وهل ما يرسم للجيش يهدف إلى جره إلى معارك أبعد من طرابلس لتوريطه في حروب استنزاف في الجرود؟ وهل المسلحون الفارون قادرون على القيام بمثل هذه العمليات؟ قبل ما تبع معكم الحوار بحب شير إلى أنه هالتقرير اللي هو بعنوان طرابلس وثمن الصمود هو من إعداد الزميل ميشيل أبو راشد، مونتاج غسان السبعلي، قراءة سنتيا سركيس. سمعت أنه عندك بعض الملاحظات على التقرير. أول شيء الصوت مش لشادي مولوي. اثنين شادي مولوي إذا فينا نتأكد من هذا الأمر. لا نحن بنعرف يعني لأنه مبين يعني من خلال الوثائق الصوتية أنه هذا صوته، أنه هو إيه نعرفه لشادي سامعين صوته وكذا. لا مش هذا صوته يعني. اثنين شادي ما كان من جماعة الحاج حسام صباغ حتى انه يعني. لكن السؤال هل توقيف حسام صباغ كان عامل ايجابي بهذه المعادلة ام عامل سلبي؟ بكل تأكيد عامل سلبي، لان كل هذه الظواهر اللي انفلتت بغيابه كان هو عم يشتغل بشكل حسيس على ضبطه بالرغم من كل ما كان يتعرض له من يعني ضغوط. يعني بريء؟ انا بقول انه حسام صباغ بريء مما بريء من كل فعل على الاراضي اللبنانيه ما عليه مخالفه قانونيه. في ملف بالقضاء بعتقد انه حان الاوان لتصفيته وانهائه لانه منه ملف جدي بشكل فعلي. ذكروا كمان انه الشيخ سالم الرافعي ترك البلد لذلك استفاد شادي من هذا الموضوع. لا انه كان على خلاف معه. لا بس انه الشيخ سالم موجود بالبلد، اقعدته اصابه يستحق لها الدعاء بالشفاء العاجل والاحترام والتقدير على ما كان يفعل من اجل ارساله ومن اجل اللبنانيين ومن اجل الجيش اللبناني. بدي اقول انا يعني موضوع شادي مولوي اذا استثنينا القضيه القانونيه، شادي مولوي بقدر ما هو إشكالية بقدر ما هو ضحية. ضحية بمعنى ضحية هذا النظام الأمني اللبناني والاقتصادي والاجتماعي. صنعهم بالتحليل بس أنا بدي أسأل دكتور خلدون إنه إلى أي حد يعتبر هو ذبيبكم، ذبيب هذه الحكومة؟ أنا بس خليني أكمل الفكرة. الحكومة المقاطية لأنه سلمى علي بركي بيعرف شو قصدك؟ استاذ وليد بس خلص هي واضحة يعني واضحة الصورة يعني هلا بعرف أكثر منك بالحكومة المئاتية. بعرف أكثر من إذا شادي مولوي ربيبنا. بس ما كان معزز مكرم عندما خرج من السجن؟ إيه استقبل بعهد الحكومة بأيامكم؟ أما وأنه سألتوني
بس أنا فتنا على تفصيل لأنه بعطيت في أنا أهم رد علينا بس يمكن هل هذا التفصيل هذا التفصيل يبدو مهم كتير لأنه هن متهمين لأنه بهذا لأنه بكل محل ما بسمع إلا تفصيل شادي مولوي وكأنه هو يعني هو صار مش مشي اللي لازم الرئيس ميقاطي رد وكل الناس سمعت اللي خلص أنا خليني أنا أقول لك يعني. أول شيء ألقي القبض على شادي مولوي يوم سبت استدرج إلى مكتب الوزير محمد صفدي وألقي القبض عليه هناك الوزير محمد صفدي ثار ثورته وتيار المستقبل ثار أكثر من الوزير الصفدي وأنتو لحظة عم برتب لك إياهم يوم الأحد منسقية تيار المستقبل بتعقد اجتماع بتقول بتعتبر أن ما جرى بالأمس هو موجه ضد تيار المستقبل بيقولوا بالحرف من يقوم بالفعل عليه أن يتحمل ردة الفعل التي عبر أبناء المدينة عن جزء يسير منها ليلة أول من أمس خلص أوكي ما جرى بالأمس هو إعلان حرب على تيار المستقبل لإضعافه وإحراجه أمام جمهوره وهو أمر لن نسمح ولن نتهاون به على الإطلاق نيح؟ النائب نهاد المشنو الوزير الجسر كان عنده تصريح طيب تصريحه كان بيقول إن الطريقة التي اتبعت من أجل إلقاء القبض على المواطن شهاد المولى عم بيحكي على صعيد الشكل لكن بألمانيا أنا وصحيح أنا عملته من ألمانيا والتجرؤ على اعتقاله داخل مكتب الوزير الصفدي بما هو متعارف عليه من حصانة تدعونا إلى طرح أسئلة عدة أولها هل أصبحت مكاتب الوزراء والنواب مصيدة يستدرج إليها الناس لإلقاء القبض عليهم هذا الأمر يقودنا إلى سؤال أهم فإذا بلغت الجرأة باقتحام مكتب الوزير والنائب فما الذي يجري مع الناس المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة نيح مئاتي صحيح تنين مئاتي بيقول بس ما بدنا نعمل جريدة لا بدي أعمل جريدة هيدي لأنه هيدي مرافعة ورق إلى الأبد بدي أخلص قصة شادي المولى والمشمشي شو المشمشي؟ مش يعني نحن عنا بطرابلس بقول هز المشمشي خلاص إنه عملناها مشمشي هيدي قصة شادي يعني عالريح وجاي بيهزة بيقول الرئيس مئاتي تطرقنا إلى الطريقة التي تم بها توقيف شادي المولى وهذه الطريقة مرفوضة ونستنكرها ميح وسيكون لنا رأي في هذا الموضوع أنا شخصيا ضد الطريقة أما في موضوع التهم موجهة إليه فنحن نريد من القضاء أن يكون الحكم ولا نريد أن نتدخل بعمله طيب بعد هالمواقف خلصنا من هالمواقف هلأ أنا ما بدي أقول مشان نصت الذاكرة حين ألقى القبض على شادي المولى يوم السبت صار في جولة من القتال ذهب ضحيتها 9 شهداء في طرابلس و30 أو 40 جريح من يوم السبت للأحد للتنين نيح بعد شوي الوزير الصفدي قرر يوم التنين أن يدعي على الأمن العام ما هيك ما عليك قرر يدعى على الأمن العام بتذكر شيء هيك كنت وزير الداخلية بتذكر تماما أنا هلا عم تعدلي للذاكرة صحيح الكلام كل النواب والقاضى حتى الوزير والجملات كان عنده موقف أوكي طيب لمشغلي خطرة بس جداً. بعدين لمشغلي خطرة جدا لحظة يلي صار ما هو لما أنت بدك تحط القصة بسياقة بدك تطلع فيها بالنتيجة صحيح بدك تيجي تقول في هذا السياق بأيار 2012 بين 12 و16 أيار 2012 حصل 1 2 3 4 5 منيح وعلى الرغم من كل ذلك كل العالم قالت للقضاء أن يقول كلمته والله على ما أقول شهيد أنا بيتصل فيني الرئيس مئاتي بيقول لي أنا بدي أطلع طرابلس بكرة لأنه المعلومات اللي عندي بتقول أنه شادي المولوي حيضل نايم بدي أجي مع المشايخ وقل لهم هذه القصة بإيد القضاء ونحن فينا ندخل وما فينا ندخل بيطلع طرابلس توصل القصة أنه القضاء قرر أن يفلت شادي مولوي يخلص بين وين ألغي القبض على شادي مولوي بمكتب الصفدي صح اعتبر هذا الأمر بالنسبة لسمير الجسر ونهاد المشنوع مع حفظ الألقاب ووليد جنبلاط وكل الوزراء والنواب بالبلد اعتبر هذا الأمر امتهان لكرامة وزير لأنه استدراج على رجال طالب مساعدة ب 750 ألف ليرة طيب. وبنته ماتت بنته رجعت ماتت بنته اللي كانت مش هو اللي طلب مش هو اللي طلب لا هني تلفنوا له قالوا له لك مساعدة قالوا له هذا مكتب الوزير الصفدي في عرفنا أن بنتك مريضة في مساعدة جيد جيد فضل على المكتب وفيتوا له القطور شو لك هذا طيب بالتالي كل العالم اعترضت على الشكل هلأ من البديهي أنه حين يحصل أمر من هذا النوع اعتبر أنه توجهت إهانة للحكومة أولا يعني أنا إذا بدي أنا هلا ما بدي أعمل سجال مع المستقبل ولكن ما قاله المستقبل عن الرئيس مئاتي الذي لا يحمي وزيره وإلى آخره ما عم بحكي على سبيل الجسر شيء لا يوصف شيء لا يوصف كيف فيك تحيد الوزير تصريحه مختلف تصريحه مختلف يعني تصريح المنسقية يا حكومة الفشل
يا رئيس النائب النفس، طرابلس ليست مثل لأحد. بس ما حكي كان بينه بقضية شادي المولوي، ما بينه بالحكومة هون شادي المولوي. هون عم نحكي على شادي نفس الموضوع، عم نحكي على شادي المولوي. بالتالي طلع الزلمة من الحبس، إجا بسيارة الذي خرج مخفورا من مكتبه، من مكتبه لأنه هي كانت محاولة الصاق طيمة فيه للوزير. أنا أصلاً مبارح أنا مبارح صباحاً سئلت عن هذا الموضوع ووضحت جزء كبير منه. فبالتالي هذا الموضوع أنا بتمنى بتمنى موضوع شادي مولوي يتسكر مرة إلى الأبد، لا حدا تدخل فيه ولا حدا قال ليش فات ولا حدا قال كيف طلع. كل العالم يعني ما كنتوا حامينه، كل العالم اعترض، ما كنتوا حامينه ولا كنا ولا عملنا ولا بعد. أستاذ وليد، نصرة شخص مظلوم أو الرد على خطأ محدد لا يحملك مسؤولية هذا الشخص فيما قد يفعل لاحقا. كان نسمع الوزير جسد في, في كلام مر بس بسرعة لأنه الوقت عم بيدهم. وهذا كلام مهم وكلام مهم وبأصل للموضوع، إنه والله التجربة الحريرية كانت مسألة أنماء وأعمار. هذا مو صحيح، مو صحيح أبدا، لأنه بعتقد اللي نعمل بالسياسة والرؤية السياسية اللي كانت عند رفيق الحريري ما كانت عند حدا أبدا الله يرحمه. والحقيقة في محطين، في محطين بعدين اجي دورك بلش فيها بعدين انا بنشوف في محطين، في هالمحطة في محطتين كتير متميزين بهذا. اولا محاولة استعادة القرار للبنان واعادة لبنان على الخريطة اللي عملها ب96 على على عنقيد الغضب، على عنقيد الغضب وقت اللي جاب الوزير الخارجية، وقت اللي ضق الامريكي لهون على لبنان وصار لبنان طرف بعملية حل مشكلة عنقيد الغضب. هي كلفته انه من بعد الانتخابات 96 واللي كمان كان ربحانا انه يخلوا الحكومه تتركب من 5 لاله من اصل 30. بس عم بعطيك فكره كيف بلش الحصار السياسي والحقيقه بلش المدركه جاي. طيب شغل المحطه الثانيه اللي كلفته حياته انتبهتوا بالاخر كمان وقت اللي اجى بده بالاصول الدستوريه ويمنع قصه التمديدات. ولا المساله الثانيه الحقيقه اللي طرحتها انه تيار المستقبل توه الشارع، ما هو ضئي هذا الكلام ابدا ابدا. اول شغله نعم بتقلي انه تهت الشارع السني بفتره من الفترات، بقول لك نعم بفترات بيتوه. كيف بيتوه؟ مع انه بعتقد ما بتختلف معي انه هن في اصل لبنان كمان اهل السنه، يعني مثل ما حكيك الساعات هذه ما في، لكن كيف قامتين الحقيقه مشكله بهالفتره هي بهالفترات الغلط اللي بيشوفوا انه والله ناس مستبيحة البلد كله بسلاح وبيجوا. نحن كل مشكلتنا مع الشارع اليوم انه انتم متخليين عنا، انتم ما بتسلحونا، لان الحقيقه ما انا عم نقدر نمشي بعمليه الغضب وانا عم نرجع دائما لمشروع الدوله. انا اللي بدي اقول لك هذا اللي الكلام اللي انحكى بقصه اهل السنه هن دائما اهل اعتدال. هذا له سببه التاريخي. سببه التاريخي انه كل المدن في لبنان هي في أصل سنية، والدولة عبر التاريخ كانت موجودة بالمدن، ما كانت موجودة بالأرياف، كانت عاصمة الولايات. ولذلك دائما بتلاقي انه طريقة تعاطيهم هذا الثقافة المدينية يعني. بس بتمنى جواب على موضوع الجيش. هلا الشغلة موضوع الجيش شو؟ انه نحن قياداتنا السياسية شو إلها بالجيش؟ نعم لا لك شغلة هلا انا هدول المواضيع بعتقد انه الافضل من نصيرهم على التلفزيونين، لازم هلا ولو انه بالنسب 40% حسب لا لا يعني لا 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 احنا بنسال غير شخص قيادات الامساك بمفاصل القضائيه الفعاليه اليوم انه في مجموعه قيادات، في قيادات فاعله وفي قياده مستودعه او قياده اداريه او الى اخره. كمان هون وين المسؤوليه السياسيه؟ نعم مسؤوليه القرار السياسي. هذا الشيء عم اقول لك هذا ما في شك. لا على كل هذا ما هو وقت نفوت فيه بعتقد ولا في مصلحه العكي فيه على الاطلاق. وهذا مفروض انه يصير في تصحيح من ضمن المؤسسات. خليني عندي اتصال هلا من الصحافي عبد الله بدودي. مساء الخير استاذ عبد الله. مساء النور استاذ وليد، مساء الخير طبعا لضيوفك. الحقيقه انا بس انا لي زمان معك فبدي بس دقيقتين وما بدي فوت باي تفضل مع اي شخص. اول شيء الحقيقه بدي اشفق بعد التحية طبعا صديق الدكتور خلدون شريف، انا بدي اشفق عليه الحقيقه من كل محاولات الاستفزاز اللي عم يحاول يستفزها للنائب الجسر، الا انه يعني يحسد على يعني برود اعصاب الوزير سمير الجسر بهيدا المعنى، وهو اصلا هي صفه معروفه عند الوزير الجسر. ثانيا بالنسبه للدكتور خلدون عم يقول انه اليوم الطائفه السنيه ما عندها ظهر او القياده السياسيه تاعتها بتروح يمين وبترجع بتروح شمال، بما معناه انه في حاله ضياع. اولا بدي اقول انه لا،
وبعتقد يمكن وضحها هلا من لحظات قليله النائب الجسر انه لا القيد الطائفه السنيه واهل طرابلس تحديدا عارفين شو بدهم وعارفين انه هم وبعتقد بيان الرئيس الحريري كلياتهم مجمعين على هذا البيان. واذا في اصلا بعض الملاحظات ويمكن اوقات تكون حتى من داخل بيت تيار المستقبل او من قاعدته، ولكن هي بالنهايه بتعرف انه سعد الحريري هو مش مثل اي شخصيه سياسيه اخرى، هو زعيم وطني ورجل دولي على، وبالتالي في احيان يمكن ياخذ قرارات ما تكون لها شعبيه، ولكن رغم ذلك هي عم تدل معه. وخير دليل على ذلك الزياره الاخيره اللي قام فيها لبيروت، وبين انه لبنان كله انقلب في قوني تحتاني من زياره لسعد الحريري، وبين الزعامه السنيه هي موجوده وين. يعني استاذ عبد الله، استاذ عبد الله يعني بحترم نعم. كل مداخلتك، بس عندي تحفظ على كلمه انه بتشفوا، يعني منا حلوه هيدي. أنا حقيقة إنه خصوصا منك كصحافي وهو صاحبي عبد الله صاحبي، بس أنا بربق حقيقة أنا الأصيل موجود، الوكيل ما له لزوم يحكي، أستاذ سمير موجود عن جد ما له لزوم يحكي، نحن بوجود أستاذ سمير نحن بنسكت، فبتمنى على عبد الله يسكت لأنه أستاذ سمير جسر موجود. أنا 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 بدي أتوجه بالسؤال لدكتور خلدون، بدي أقول الحقيقة أنا ما حجاوبك عليه، ما تسأله لأنه ما حجاوبك عليه. أستاذ سمير موجود، انا ما بقبل تجاوزه للاستاذ. عم يقول دكتور شريف انه القياده السنيه ضايعه، انا بدي اقول له القياده السنيه كانت ضايعه قبل 2009 ولا بعد 2009؟ كانت بال 2005 ضايعه ولا مش ضايعه؟ لانه بدنا يعني ما نحسب امرنا، يا اما هي ضايعه دائما يا اما ضايعه بفترات اللي نحن بدنا نختارها وبالوقت اللي نحن بدنا نحدده. اذا المشكله انه او هي القصه الحقيقيه سياسيه، انه الحقيقه السياسيه هي مليكه وهذا الشيء بيشهد له عليه خصومه قبل حلفائها ووزرائها وقوادها كمان انضاف، واكبر مثال على ذلك الشخص اللي قاعد جنبك ويلي لو اعطيه وقت صغير بس بيعدد لك المشاريع الكثيره يلي قام فيها من ان كان بحكومه الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولا بحكومات اخرى بسعد الحريري او الرئيس فنيوره. الصحافي عبد الله بذودي بدي اتشكرك على هالاتصال، على كل حال انه استاذ سمير حكي عن بعض الامور التي حصلت، بس يعني انا بدي اقول لك انه الشارع نبدا على السريع انه الشارع السني اوقات بيشعر ببعض يمكن التوهان اذا بدك تقول الكلام، وقت اللي بيستشعر في خطر وجودي وانه والله هي الخطر الوجودي عم يتناوله بحياتهم بكرامتهم وانه ما في عمل يمكن بيوازي عسكريا او شيء. لكن قلت لك هذا مرتبط بشو هلا الكلام عن قصه انه اهل السنه انه لا يشعرون خطر في داعش او في النصره، فباعتقادي انه هذا الكلام مر ضئيل على الإطلاق. نعم في بعض الحالات الإسلامية بالذات بالإسلام السياسي اللي هو ما كليته معهم، ولكن بيستشعر بعض الأوقات ببعض وكأنه هو اللي قادر يحقق التوازن، ما هيك على الصعيد العسكري بيشعر بعض الاستنهاض، لكن الحقيقة وقت المفصل لا يكون معه على الإطلاق. وحتى خود الأحزاب الإسلامية حل الموقفها بتشوفها هي ضد داعش وضد النصر. فصل إعلاني ثم نكمل هذه الحلقة أو ننهي هذه الحلقة بالفقرة الأخيرة منها. وقبل ما نختم معكم هالحلقة كما يبدو معنا السيد نوح زعيتر على التليفون. مساء الخير سيد نوح. على السلام عليكم. يعطيك العافية، تفضل. السلام عليكم جميعا. وعليك السلام. أنا بس حابب أعمل مداخلة بالنسبة للأخ الأيوبي. صار لي شي جمعة تقريبا بسمع طخ 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 من حضرة الأيوبي وزملائه. أول مرة بيحكي هذا. عم بقول لك أول مرة بيحكي عنك. راح الخط. راح الصوت. طيب خلينا نبلش لكن نختم معك فيما يتعلق بهالموضوع. إذا بدنا نكون إيجابيين بآخر الحلقة، هل يمكن التوصل إلى حلول عملية أو اقتراح حلول عملية لكل هالإشكاليات يلي طرحناها؟ طبعا مش لكل الإشكاليات، لكن هناك نقاط يجب الإضاءة عليها والعمل على يعني تفعيلها. أولا يعني لابد من الإقرار أنه فكرة المظلومية أو الضغط اللي عم بيعاني منه الشارع السني هي فكرة حقيقية وليست يعني مفبركة لاصطناع ردات فعل في غير مكان، وبالتالي الهجوم علينا بهذه الطريقة وبالحملات التشويه هو إضافة إلى المظلمة الأصلية. اثنين، بدي أقول أنه من العوامل الكبرى في استعادة شيء من الثقة لدى الشارع السني هو استعادة دور دار الفتوى.
الآن نحن عندنا مفتي جديد تم انتخابه بإجماع سني، ننتظر منه خطوات كبرى، لكن في المقابل أنا أدعو إلى التفافة شعبية ومن قبل الفعاليات والقيادات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياسية حول سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان. حصل علي معك معالي، لأن حصل علي، لأنه نحن بدنا فعالية أكبر يا دكتور، الفعالية الأكبر بالارتقاء بوضع دار الفتوى كمرجعية إلى المستوى اللي كان بأيام المفتي الشهيد حسن خالد. نحن بدنا هذا المستوى من الأداء الوطني الكبير اللي بيمكن من استعادة توازن حقيقي في ظل ما نعاني منه، لأنه اليوم التطرف عند الأطراف الأخرى ما فيك تجيب له تطرف، بدك مرجعية إسلامية معتدلة تكون هي الوازن والفاعل في هذا المجال. وأنا أدعو فعلا إلى تحرك جدي بس ومنظم. لا عم بتروح على مرجعية دينية مع مرجعية سياسية. نحن بعتقد أنه المعاناة السياسية استنفدت كثير من الوسائل، خلينا نكون صريحين، استنفدت كثير من الوسائل. نحن بدل ما نروح نقول بدنا خيارات متطرفة، بدنا نروح على خيار معتدل. يا أخي أنا شخصيا أنا عم بقول لك لا، بدك مرجعية دينية وليس مرجعية سياسية. موجود المرجعية السياسية، موجود المرجعية السياسية وعم تشتكي. كان تعزيز المرجعية السياسية وعم تشتكي يا أستاذ وليد، موجودة وعم تشتكي، موجودة وعم تئن، موجودة وعم تكاد تحلف بالطلاق. لا، بدها داعم، لحتى اللي ما نجي نقول انه خلوا الافكار المتطرفه هي الداعمه. لا، ما بدنا، مع انه هذا بحث اخر يستلزم نقاش اخر، بس انا عم اقول انه نحن ندعو الى هذا الالتفاف الواسع حول سماحه المفتي لاستنهاض الشارع السني في المكان الديني. تمام. اثنين، التوجه نحو حل بعض الملفات العالقه مثل ملف الحاج حسام صباغ واطلاق سراح من لم يثبت ادانته والتسريع في محاكمه الاسلاميين، لانه هيدي مساله اساسيه. بعدين ضبط عمليات التوقيف عند الأجهزة الأمنية بعنصري حقوق الإنسان والمادة القانونية، التعامل مع حالات الانشقاق بحالة احتواء وليس بحالة جلد واستعجال للطرد. ما بدي فصل كتير، بس أنا بعتقد الاحتواء هو الأولى من الإسراع في الحسن. الجندي كمان اللي بينشأ، شو بدك مش اللي بينشأ، خليني أقول أنه نحن في عنا حالات معينة الآن، وبعدها على كل حال كتير محصورة، يعني أنه ما وإن شاء الله ما بتزيد وإن شاء الله نعم. حالة أو اثنين أو ثلاثة مش ظاهرة. المضي في اقتراح وزير العدل أشرف ريفي بحصر نطاق عمل المحاكم العسكرية بالعسكريين. دخلت وثيقة عليك معليك، وثيقة الاتصال وقفت ولا ماشي بعد؟ لا لا، في مسألة أساسية، في مسألة أساسية. يلا بس بسرعة. عند الجيش كيف؟ مع الوزير العدل اللي وقفت كلها. لا لا، بس كمان يعني آخر بدك نقطة نقطتين بالإدارات. نقطة أخيرة بس. ماشي وال صدق. التوجه إغاثة المناطق المنكوبة وخاصة التباني والمنكوبين مذكرات. وأنه الدعم بأربعة مليار كويس، بس نحن بدنا 10 مليار للأمن الاجتماعي. هذا أمر أساسي بخلاصة. سيد نبيل، هل برأيك نحن أمام مرحلة أخرى بعد هذه المعركة الأخيرة في طرابلس؟ طالما الأسباب لا تزال موجودة، طالما الألم سيستمر، لذلك نحن لابد من حل جذري. نحن عم نعيش صار لنا فترة وعقود من الزمن، حتى ما نكون يعني محصورة بالموضوع الاضطهاد السني والأمور هاي، يعني أزمة نظام. في عنا مشكلة زادت أزمة النظام من بعد تداعيات ما يجري حولنا بالمنطقة. نحن لازم نكون محصنين حالنا، المفترض نقعد على طاولة حوار، مؤتمر وطني عاجل، نعيد هيكلية المؤسسات بشكل عادل، نعيد التوازن بشكل عادل على الدولة، لأن الوضع خطير والوضع ينذر بانفجار. بس هلأ ممكن التغيرات الإقليمية، هلأ ممكن عقد مؤتمر وطني وناس. نعم، لأن المجتمع الدولي كلياته كان مجمع على تحييد لبنان عما يجري بالحول منه، ولكن يبدو أنه في أطراف بدها تخلي لبنان جزء مما يجري في المنطقة. إذا هذه الأطراف نجحت في مكان ما، وستنجح إذا بقي الوضع هيك، لجعل لبنان جزء مما يجري في المنطقة، فنحن رايحين على كارثة قد تمتد لسنوات، وفيها كتير من الآلام، وفيها كتير من التضحيات، وفيها كتير من يعني الشغلات اللي ما حدا هيطلع فيها ربحان. خلينا نكون واضحين، لأنه نحن أدوات، منا نحن أصل. فلذلك لازم نحن نقعد كلياتنا سوا ونصارح بعض، نحن في عنا أزمة نظام بدنا نعالجه. هلأ هذا الوضع ما بيقدر يستمر هيك، العدالة بعين واحدة ما بتمشي. يستحسن أنا برأيي أنه ما تتطبق عدالة بعين واحدة، أفضل أنه ما تتطبق عدالة وأمن بعين واحدة من أنها تطبق، لأنه بدها تخلق فتنة. طب. بالموضوع طرابلس حاليا، يعني نحن بنطلب من الوزراء، جميع الوزراء اللي هن كانوا مع
العملية الأمنية بقلب مع الخطة الأمنية، أنه يكونوا مع عملية الإنماء الاقتصادي وسرعة صرف التعويضات على الضحايا وإعادة بناء مكان. دكتور خلدون حأختم بسرعة، أنا أختم بسرعة، إيه بعرف أنه عندك سفرة. طيب. بس السؤال كمان المركزي الذي يطرح، هل عندك تخوف حقيقي وعميق من تجدد المعارك ليس في طرابلس وإنما في أماكن أخرى، يعني منكون وكأننا أمام ليك حتى ما أكون أناني متنقلة. حتى ما أكون أناني، أنا بضم صوتي لصوت وزير الجسر، بعتقد بطرابلس صارت صعب كتير وبعيدة بغير مناطق ما بقدر أضمن، لأنه ما بعرف كيف الدنيا عم بتدور بما يختص بموضوع طرابلس. ما بتعرف كيف الدنيا عم بتدور أو ما أنك حابب تعرف؟ يعني ما بدي أقول للناس أنه والله ماني متفائل كتير أنه الأمور حتروح على على ورد وزهر وياسمين بعد الأزمات مشتعلة بالمنطقة، وبعده ما حدا بيعرف كيف الكباش رايح، عندنا مفاوضات، ما بنحكي إقليمي ودولي، مفاوضات. شو كنت حابب تقول؟ بطرابلس حابب أقول أنه اليوم غرد الوزير جنبلاط، الوزير جنبلاط انضم للتويتر، فغرد للرئيس مئاتي بيقول له صار وقت أنه تفوتوا تبلشوا تعمروا طرابلس بما معناه بالإنجليزي. بيرد عليه الرئيس مئاتي بيقول له نحن ما حنقصر بواجباتنا، ولكن مسؤولية طرابلس هي مسؤولية وطنية. أنا أتوجه من هذا الموقع بالذات للحكومة اللبنانية بكل مكوناتها، يمكن تختلف مع فريق وتتفق مع فريق، ولكن أنت بالأخير تخضع للشرعية، تخضع للحكومة، تعارض هذه الحكومة ولكن تقبل بشرعيتها، تعارض بعض أداء الجيش ولكن تقبل أن هذا الجيش هو جيشك، تعارض بعض أداء الأمن الداخلي ولكن إلى آخر. طيب. على هذه الحكومة التي تمثل كل الأطراف في لبنان أن تلملم جراح المدينة بأسرع وقت ممكن، وأن تطلب من الجهات، كل الجهات، بأن تقوم بكل واجباتها لكي يشعر ابن طرابلس أن هذه الدولة تنتمي إليه كما يريد أن ينتمي إليها. ما عندي شيء زي مع الوزير، انطلاء من كل هذا الحوار وانطلاء كمان من معاناة طرابلس يلي شفناها، يعني وسمعنا كتير ناس عم بتقول انه وينه في هذه المعمعة الرئيس سعد الحريري، برأيك ما حصل؟ ألا يستدعي من الرئيس الحريري أن يعود إلى لبنان؟ نعم نعم. قبل ما نوصل لختمتك هذه. نعم طبعا، أولا الرئيس الحريري إن شاء الله قال أنه يعني كسر حاجز العدم العودة، بس بعتقد كمان اللي تبعوا بس هلأ بالأسبوعين الثلاثة الأخيرين بيعرف الجهد اللي بذلوا في الخارج، وهذا كله بيصب لبنان. بدنا صدقني بأصغر تفصيل وأكبر تفصيل، يا منروح لعنده يا بيجي حدا، يا ما في، يعني هو على تواصل دائم مع الواقع اللبناني. وبعتقد اللي عم يقدر يعمله في الخارج بعتقد مهم جدا، إذا بس حل مشكلة التسليح بعتقد كانت بحد ذاتها كافي. الشغلة الثانية اللي بدي أقوله كلام حول المرجعية الدينية. المرجعية الدينية لا يمكن أن تحل محل المرجعية السياسية على الإطلاق، وليس هذا مطلوبا. المرجعية الدينية مطلوبة، لكن المرجعية الدينية مطلوبة لوقف التفلت اللي حدث من خلال اعتداء على المنابر واحتلال المساجد، ومرجعية دينية مطلوبة لمعالجة التضليل الديني اللي عم بمحلات كثيرة. هلا الحقيقة المطلوب مشروع الدولي اولا وثانيا وثالثا، مشروع الدولي بكل ابعاده. اول شيء ما في دوله بدون عداله ابدا، والعداله من القانون الى كل شيء، حتى العداله في الانماء، لانه الحقيقه اليوم ما في عداله بالانماء، وهالمناطق الفقيره اذا بيراجعوا الارقام بيشوفوا انه ما اصاب جزء من اللي هي حقها، وهذا وسيله لشو اسمه. الشغله الثانيه طبعا نحن نؤمن بانه ما في بلد ولا في دوله بدون استقرار يعني أمني، والاستقرار الأمني بتحققه المؤسسات الأمنية. نحن مع المؤسسات الأمنية، مع الجيش تحديدا، مع قوى الأمن الداخلي، مع كل المؤسسات، لكن تحت سقف القانون، وأعيد تحت سقف القانون، ما في حدا فوق القانون أبدا. وبس نبلش نقول فوق القانون بدنا نبلش نفكر بجوارنا شو صار فيه، عنا أمثال الربيع العربي وقت اللي الأمن تجاوز القانون. الشغلة الثانية الحقيقة طرابلس مظلوم، وأنا بدي استأذنك بشغلة مظلومة حتى بالإعلام وبالمواقف السياسية بكل أسف، ما عندك فكرة هذا الكلام الداعم بيسيء لطرابلس ولنموه ولوضعه. لا مظلومة بالإعلام، لأنه الحقيقة دائما أصغر قصة بيظهروها وكأنه يا لطيف مدينة الإرهاب وقندهار ومدري شكله معنا شيء. هول الشباب اللي كانوا عندك نهار الأحد هلأ أثناء المعارك ما جيلوا ببيع أنحاء المدينة؟
شايفه مظهر من المظاهر الشواذ؟ لا بس بسمع عليك انت بتعرف كمان انه محل ما سمى في اطلاق رصاص هو الذي يجذب الاعلام يعني رأس. انه والله على رأس المكان على رأس. العادي انه حيث الحياه الطبيعيه لا نحن يعني هي لا تتعلق فقط بطرابلس انما بكل لا بكل لا 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 قبل وبعد الكلام اللي عم ينحكى دائما يعني مثلا مقابلات صارت مع ممكن شادي المولوي وعفو لا لا حتى انا بقول لك صراحه انه حتى حل قصاد ضمن يعني هالبرنامج وانه قامت القيمه طيب بطرب يعني بس كنا عم نعالج موضوع شفنا تداعياته بعدين رأس بس لا نختصر المدينه بشخصين. المدينه في لها فيها قيادات الدينيه في لها قيادات الاجتماعيه المدنيه في لها قيادات السياسيه. انت مجرد انك تحصر شغله باطار صغير يعني معناتها انت عم تفه الامور وانه عم تختزل القصه وهذا كلام لا يجوز ابدا. ما عندك فكره قد التاثير تأثير إنه اليوم ما بيعود حدا بيوظف تأثير إنه اليوم حتى البنوك اللي شغلتها التوظيف في المال أنا بعرف بعض البنوك عطت تعليمات إنه وقفوا أي توظيف صح. هذا شو بيعمل هذا يعني هذا بيشل الحياة السياسية كلها وهذا بيأزم الأمور أكثر وهذا بيرجع بعيد البلد لأن تكون يعني بؤرة فقر وبؤرة قهر لحتى الحياة نرجع نجور الأوضاع العدالة والدولة مشروع الدولة والعدالة ورجاءً انه نبين الايجابي مش بس نبين السلبي. نحن المشكله انه ما عم نبين الا السلبي ولا مره حدا نبين الايجابي. وعلى هالامل وانطلاقا من ما طرحته يعني الدوله والدوله والدوله والعداله بنختم هذه الحلقه. طبعا بدنا نتشكركم على مشاركتكم في هذه الحلقه. ايضا بدي اتشكر الاصدقاء المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقه بموضوعيه. الامل ان نلتقي الاربعاء المقبل. تصبحون على ألف خير.